مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيم وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من أيامنا في البيت الكبير. النهاردة معانا طبعا حلقة بداية الأسبوع، إن شاء الله حلقة هتكون فيها وجبة دسمة إن شاء الله على جميع المستويات. أكيد هنعرف فيها كواليس فرقتنا اللي قفلت ملف الكاس بطبعا وصولها للدور قبل النهائي، وهنتابع من النهاردة إن شاء الله لغاية يوم 27 نوفمبر هنتابع استعدادات فرقتنا والكواليس والتدريبات إن شاء الله بإذن الله يكون موفقين في نهاية البطولة الأفريقية. ملفات كتيرة النهاردة، حلقتنا فيها ضيوف كتير، بس قبل كل ده خليني ارحب بسهام. مساء الخير يا سهام. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. مساء النور. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الاهلي العظيم، برحب بحضراتكم متابعي برنامج البيت الكبير، برحب بيكم حلقه جديده من حلقات اول الاسبوع لحد 22 نوفمبر 2020. النهارده هنتكلم مع ضيوف كتار. الفقره الاولى منورنا النهارده في البرنامج كالعاده اثنين من كبار النقاد الرياضيين في مصر، الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوسي. كالعاده هنتكلم عن الموعد المرتقب يوم 27 نوفمبر، القمة بين الأهلي والزمالك، إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. الفقرة الثانية الحقيقة مشرفنا نجم من الجيل التسعينات، الحقيقة نجم مميز، أفتكر أن ظهوره قليل حبتين. مشرفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي، جمال مساعد، كابتن جمال مساعد طبعا مشرفنا في الفقرة الثانية، وحوار مهم جدا كمان عن لاعبتنا وتركيزهم والفترة اللي جاية، الفترة المهمة دي، حوار يعني مهم جدا. أفتكر الفقرة الثالثة هيشرفنا إن شاء الله عملاق تحليل الفني يا جماعة والمدير الفني السابق لاتحاد الكورة المصري كابتن فتحي نصير. كابتن فتحي النهاردة وحديث فني شيق عن النادي الأهلي بس. إن شاء الله بإذن الله. طبعا في الأول خليني طبعا يعني أقول مبروك للنادي الأهلي، مبروك للوصول للمباراة أو لنصف النهائي في الكاس، ببارك للعيبة، ببارك للجهاز الفني، وإحنا كمان امبارح طبعا والفوز على فريق أبو قير. خلينا نتكلم إن كمان فريق أبو قير بقيادة الكابتن أحمد الكاس قدم مباراة جيدة جدا على المستوى الفني. خلينا نتكلم إن كمان أبو قير اللي يعرفه من خلال حتى الممتاز به كان بينافس الصعود للممتاز لحد الأسابيع الأخيرة في منطقة بحري طبعا، وأدى كمان موسم أكتر من رائع. خلينا نتكلم إن المباراة يعني كانت في وقت صعب، يعني الوقت أنتوا عارفين، وكنا دايما بنتكلم هنا في البيت الكبير موسيماني هيتعامل إزاي مع المباراة، هيشرك اللعيبة الدولية، مش هيشرك، هتبقى بروفا مش هتبقى بروفا. أعتقد كان في غيابات كتيرة جدا جدا جدا، يمكن الوحيد اللي على المستوى الدولي اللي لعب محمد الشناوي، لكن كان في غيابات، والغيابات دي اتعوضت كمان بمراكز. أول شفنا العربي، شفنا أحمد كوكا في نص الملعب من الولاد الصغيرين المؤثرين جدا، وأنتوا عارفين المباراة كانت إلى حد كبير عصبية شوية، يعني النادي الأهلي ما قدمش المنتظر بشكل كبير، لكن مباراة الكاس يا جماعة احنا عارفين مباريات الكؤوس في كل العالم بس مش في مصر بس، دايما بتكون فيها مفاجآت، ودايما الفرق اللي بنقول عليها ما بين قوسين الفرق الصغيرة بتحقق يمكن مفاجآت كبيرة على جميع المستويات، لو شفنا حتى على جميع المستويات في ألمانيا في إنجلترا في فرنسا. فخلينا نقول إن مبروك للنادي الأهلي الصعود للمباراة قبل النهائي في كاس مصر، وخلاص قفلنا الملف المحلي. خلاص يا سهام احنا قفلنا بمباراة امبارح الملف دوت نهائيا، وبنستعد ان شاء الله علشان نعرف احنا ان شاء الله باذن الله المباراة يوم 27 هنشوفها ازاي. هنشوف مع حضراتكم تقرير ان النادي الاهلي بيقفل الملف المحلي والاستعدادات القصوى من دلوقتي ان شاء الله للمباراة النهائية يوم 27 نوفمبر. بدأ العد التنازلي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ونظيره غريمه التقليدي الزمالك في المعركة القارية الكبيرة التي تجمع بين فريقين من نفس الدولة لأول مرة في تاريخ الأميرة الإفريقية. وأغلق النادي الأهلي بشكل مؤقت أمس ملف بطولة كأس مصر بعدما حجز موقعه في المربع الذهبي وأطاح بالحصان الأسود للمسابقة في الموسم الجاري فريق أبو قير للأسمدة بالتغلب عليه بنتيجة 2-1 في مباراة صعبة
عمد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلالها إلى الاطمئنان على كافة العناصر قبل مباراة 27 من نوفمبر الجاري يوم الجمعة المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي أمام الزمالك. ومن أجل مزيد من التركيز وفرض حالة من الحيطة والحذر، قرر الجهاز الفني للأهلي دخول الفريق في معسكر مغلق ابتداء من اليوم الأحد وحتى مباراة الزمالك. وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن أن القرار قد جاء من أجل توفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم، فيما بدأ الفريق تحت قيادة موسيماني مساء اليوم الأحد على أرض ملعب التتش أول تدريباته استعدادا لمباراة القمة، وبلا راحة عقب مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت أمس على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية. وعقب نهاية الميران سيتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لمباراة نهائي دوري الأبطال. وحرص موسيماني على التحدث مع لاعبي الفريق قبل انطلاق الميران عن أهمية التركيز الشديد في الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم المباراة وتحقيق حلمهم الكبير بالفوز باللقب الإفريقي ووضع النجمة التاسعة على قميص الفريق والابتعاد خطوة جديدة في صدارة تصنيف الأندية الإفريقية وعرش أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات. وفي خطوة مهمة في ظل تلاحم الموسمين الماضي والجاري بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن أجل زرع الترابط والوحدة بين كل لاعبي الفريق وتجهيز كافة العناصر، قرر بيتسو موسيماني ضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية وهم صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون إلى معسكر الفريق الذي ينطلق اليوم، وذلك بعد خضوعهم لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا وظهور نتيجة عينتهم سلبية. حالة من التركيز الشديد والجدية تسيطر على استعدادات الأهلي وسط رغبة ملحة من الجميع في معانقة المجد والفوز باللقب الإفريقي الغالي الغائب عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ 7 سنوات. يعني خلاص ماتش وخلاص خلاص، وصعدنا بيه لدور الأربعة في مباراة في كاس مصر او في بطولة كاس مصر. والحقيقة يمكن زي ما شفنا في التقرير النهاردة، يعني ناقص 4 أيام يا جماعة لا صوت يعلو فوق صوت المباراة النهائية في البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك المرتقبة يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله، هكون على ملعب استاد القاهرة الدولي. الجهاز الفني النهاردة بقيادة موسيماني رفع درجة الجاهزية عشان الماتش اللي جاي بالتأكيد. يمكن النهاردة كان في كلام كتير جدا مع اللعيبة في جلسة مهمة ومطولة، من خلالها طبعا كان بيحفزهم أكيد وكان شكرهم على الأداء بتاع امبارح، وقال إنهم خلاص يعني خلاص حلمكم قرب، حلم الجماهير الكبير وتعب الموسم كله ممكن ننساه ونرتاح بعد أقل من أسبوع إن شاء الله لما نفوز في استاد القاهرة ونتوج باللقب القاري الكبير، ويبقى هتاف التسعة يا أهلي حقيقة ملموسة يا جماعة على أرض الواقع بإذن الله يا رب بإذنك يتحقق النهاردة. يمكن الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا أخذوا القرار السليم، وشايف أنا ردود الفعل على وسائل الاتصال الاجتماعي وعايزة أحييهم على القرار ده. الحقيقة أن أنت النهاردة فريقك كان مهم جدا يدخل معسكر مغلق من دلوقتي في ظل يمكن انتشار فيروس كورونا. شايفين النهارده وليد سليمان هنجيله دلوقتي ربنا يشفيه يا رب، هو وابنه الف سلامه عليهم. النهارده في ظل الموجه الثانيه من الفيروس بقى مفيش يوم بيعدي الا النهارده وفي نجم من النجوم بيصيبوا الفيروس، وحتى بعيدا عن النجوم، لكن البعد باللعيبه دلوقتي والانعزال بيهم بعيدا عن كل المؤثرات والاختلاط والتجمعات والحاجات دي في الخارج، فده قرار سليم جدا افتكر اتخذوا النهارده موسيماني في ظل الجائحه الحاليه. صحيح. يعني شيء مهم جدا على مستوى طبعا رعايه صحه اللعيبه بشكل كبير جدا، وكمان على المستوى التركيز. احنا عارفين طبعا المباراه المهمه ممكن يكون الطبيعي ان المعسكر يكون قبلها بيومين، لكن طبعا للظروف اللي بيمر بيها يمكن كل مصري ويمكن كل العالم بظروف كورونا وحالات الاصابات الكثيره خاصه على المستوى الرياضي، لا كابتن سعد عبد الحفيظ موسيماني بيقولوا لا خلاص احنا هنقفل ان شاء الله من بكره باذن
الله توجهوا لمعسكر في احد الفنادق الكبرى في القاهره استعدادا لمباراه الزمالك. ان شاء الله باذن الله نطمن على كل لاعبتنا، ان شاء الله باذن الله تكون كل الفرقه مجهزه تماما لغايه يوم 27 باذن الله على المستوى البدني والنفسي، وان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كبيره ونحقق حلم ان شاء الله الافريقيه. خلينا نتكلم على النهارده النادي الاهلي خاض كمان مرانو، يعني ده قبل المرانو الاخيره على التتش في الساعه، كان الساعه 4 طبعا. بعد التمرين توجه الفريق اللي طبعا زي ما قلت احد الفنادق في القاهره، طبعا يعني معسكر مقفول خلاص، بيبقى في برنامج مخصص للفرقه، الفرقه بتخش المعسكر، بيبقى في يعني محاضرات نظريه بشكل كبير جدا، محاضرات معنويه بشكل كبير جدا، كل ده استعدادا طبعا للمباراه النهائيه. كمان لعبوا النادي الاهلي اجروا طبعا مسحه طبيه النهارده قبل التمرين في مقر النادي بالجزيره، وعقب ده كان اول ما رجعوا من اسكندريه، وطبعا يعني زي ما بقول انتهت مباراه ابو قير، قفلوا الملف، عملوا المسحه، وبعد المسحه قرروا امتى ميعاد التدريب. النهارده بيتوجهوا للمعسكر المغلق، زي ما بقول احنا هنا من البيت الكبير، وارجو من كل جماهير النادي الاهلي ان نتعامل مع المباراه بهدوء، ان نحفز لاعبتنا بهدوء، مفيش نوع من انواع العصبيه، مفيش انواع من انواع الشد، احنا سبورت للفرقه، ورا الفرقه، ورا جهازنا الفني، الثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا، والثقه ديت زي ما بقول لكم ان شاء الله بتوصل للعيبه بشكل هادي. وانا متاكد ان هذا الاربع ايام اللي جايين ان شاء الله ان موسيماني وجهازه الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ اعتقد قادرين ان هم يحيطوا الفرقه بجو من مش هقول من السريه، لكن من الهدوء ومن التركيز، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لو النادي الاهلي وكل لعيبته ان شاء الله يوم 27 في حالتهم الطبيعيه، ان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النهارده يمكن الحقيقه انتشر كلام كتير جدا عن اصابه وليد سليمان بفيروس كورونا، والنادي الاهلي بيعلن النهارده، وهو كمان اعلن على صفحته انه اصيب بالفيروس هو وابنه. ربنا يشفيك يا كابتن وليد انت وسليم يا رب. هيخضعوا لمسحه طبيه جديده خلال ساعات ان شاء الله عشان نطمن على حالتهم. والاهلي قال انه باستثناء اللعيبه اللي سبق واعلن او اعلن عن ايجابيه المسحه الطبيه ليهم، فالامور ماشيه بشكل جيد جدا داخل الفريق، ومفيش اي حالات اخرى قبل معسكر الفريق اللي بدا النهارده بعد التدريب. يمكن ما لحقش كمان النهارده يمكن خبر وحش بعد الكشف عن محمد شريف لاعب وسط الاهلي والمعار طبعا او كان معار في صفوف انبي، النهارده برضه بيصاب بفيروس كورونا للاسف. والنادي الاهلي قال ان المسحه الطبيه اللي خضع ليها محمد جت ايجابيه، والنهارده بينفذ برنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزاره الصحه لانه يتعافى منه باذن الله. محمد شريف يمكن رجع للانتظام في تدريبات الفريق خلال الايام اللي فاتت بعد ما انتهت اعارته للصفوف انبي زي ما قلنا، ومن المقرر انه يخضع لمسحه طبيه جديده خلال ايام بعد طبعا ما ينتهي البرنامج العلاجي الخاص ببروتوكول وزاره الصحه زي ما قلنا. وكده كده يعني يمكن الاتحاد الافريقي بيعلم النهارده، افتكر يوم الثلاثاء هيعمل مسحه طبيه لجميع اللعيبه في الاهلي والزمالك، عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي هتقطع الشك باليقين. النهارده بقى عندك فلان ده اتصاب، فلان ما اعلنش، فلان اعلن. الاتحاد الافريقي النهارده او يعني اعلن انه المسحه الطبيه ديت هتجرى لجميع اللعيبه سواء في الاهلي وفي الزمالك، وده اللي المفروض يتم. ده طبيعي، ده طبيعي، وزي ما قلت لك يمكن زي ما بقول احنا عايزين نتكلم بكل امانه بكل شفافيه، يعني الموضوع ما بيستخباش يا جماعه، يعني وسائل الاتصال السوشيال ميديا اصل فلان اتعور، اصل فلان عنده كورونا، احنا بنتكلم من خلال منظومه طبيه داخل النادي الاهلي، اي حاجه بتحصل بتوصل لنا وبتوصل لحضراتكم، فمش عايزين كمان نعمل دوشه على الفريق من غير لازمه. ان شاء الله باذن الله كل الفريق يتعافى باذن الله، وممكن جدا المسحه لاي لعيب بعد يومين ثلاثه تكون المسحه سلبيه، فبرضه التركيز مهم جدا، الهدوء مهم جدا. وخلونا نتكلم ان شاء الله باذن الله اي 18 16 11 راجل هيكونوا ان شاء الله يوم 27 بغض النظر عن الاسماء هيكونوا رجاله في الملعب، وان شاء الله باذن الله يتوجوا بالفوز. النهارده كمان زي ما بتكلمنا حديث يعني عن كورونا بشكل كبير جدا، ان نجمنا طبعا محمود كهربا هيجري مسحه طبيه تاني يعني يوم الاثنين ان شاء الله عشان نطمن عليه قبل الانضمام لعسكر الفريق استعدادا طبعا لمواجهه نادي الزمالك. احنا عارفين ان محمود كهربا خضع لفحوصات وتحاليل طبيه امبارح السبت بشكل منفرد، اثبت جميعها يعني الحمد لله في تحسن مستمر بشكل كبير جدا، لكن كمان بنطمن
عليه ان شاء الله كمان بكره باذن الله يعمل مسحه، وان شاء الله تكون سلبيه. وزي ما بقول لكم بطمنكم يعني في حالات كتيره جدا جدا بعد يومين ثلاثه بتبقى المسحه سلبيه، وفي بتبقى ايجابيه. ان شاء الله كل الناس تبقى سلبيه، وزي ما بقول لكم اي 11 راجل هيكون ان شاء الله متواجد في يوم 27 باذن الله. كلنا ثقه وكلنا ان شاء الله ايمان بفوز النادي الاهلي باذن الله. ربنا يشفي ان شاء الله. كهربا يمكن هو احد الخيارات الهجوميه المهمه النهارده في الملعب بعد كمان تالقه في الفتره الاخيره على يد موسيماني. ربنا يشفيه ويشفي شريف ويشفي وليد وجميع اللعيبه المصابه، يعني جميع المصابين النهارده. كمان يمكن قبل ما نروح لاخبارنا العالميه خبر عن الاهلي ويدل على فكره الحقيقه موسيماني، الراجل الحقيقه اللي النهارده في ظل تلاحم الموسم حريص كل الحرص انه يخلق حاله من الانسجام ما بين كل عناصر فرقته. فالنهارده قرر انه يضم رباعي الفريق غير المقيد في القائمه الافريقيه اصلا، عارفينهم دلوقتي بقينا كلنا عارفينهم، صلاح محسن، ناصر ماهر، اكرم توفيق، بدر بنون كمان انضموا للمعسكر النهارده اللي هيبدا، وبيستعدوا طبعا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا المحدد ليه يوم الجمعه زي ما قلنا على استاد القاهره الدولي. صحيح مش هيشاركوا بس وجودهم كمان مهم جدا في هذا المعسكر عشان عمليه الانسجام دي تم بشكل يعني جيد جدا. يمكن النهارده برضو الرباعي دول قاموا باجراء مسحه طبيه مع الفريق، جت نتيجتها سلبيه الحمد لله، ومن ثم يعني تواجدوا في تدريبات الفريق بمعسكر مغلق، كل ده استعدادا للنهائي طبعًا الافريقي. مهم جدا. الناس بتقول لك طب هم ليه انضموا هم مش موجودين في القائمه الافريقيه، لكن حتى على المستوى التدريبي على المستوى طبعًا الفني موسيماني بيكون رؤيه معينه من خلال اجراء تقسيمات، ممكن جدا اللعيبه دي تشارك بشكل تكتيكي، عايز يطبق حاجه على الفرقه مثلا، الفرقه اللي هتبدا مباراه الزمالك عايز يطبق حاجه بشكل معين. كلها دي حاجات فنيه موسيماني بيطرحها من وجود الرباعي اللي موجود ان شاء الله في معسكر النادي الاهلي. تعالوا نبدا اخبارنا العالميه ونروح للصحف الانجليزيه، اهتمت بشكل كبير جدا جدا. احنا عارفين طبعا كان في لقاء كبير ما بين توتنهام والمان سيتي امبارح، وفوز توتنهام بهدفين، وطبعا دي كانت في الجوله التاسعه من الدوري من البريمير ليج. احنا عارفين الصحف الانجليزيه كانت مهتمه جدا بلقاء الكبيرين مورينيو وجارديولا. تعالوا نشوف مع بعض الصحف الانجليزيه اتكلمت ازاي عن هذه القمه وهذه المواجهه ما بين مورينيو وما بين جارديولا وفوز توتنهام على المان سيتي 2-0. تمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم بالانتصار الذي حققه توتنهام هوتسبير أمس على مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. جوزيه مورينيو الذي دأب على التقليل من منافسه بيب غوارديولا رغم تفوق الأخير عليه، استطاع أن يحسم مباراة القمة لصالح الفريق اللندني، ووضع منافسه الإسباني الذي جدد عقده قبل أيام قليلة في مأزق مع مانشستر سيتي. وعنونت صحيفة ستار سبورت قائلة: الأول في الصف، كين التلميذ النجم لجوزيه في الوقت الذي سيبقى فيه أولاد بيب في المدرسة. أما صحيفة ديلي إكسبرس فقالت: علينا أن نجري التغيير. وبدورها كتبت صحيفة إنديبندنت قائلة: في قمة الدوري. وفي الأسفل كتبت: جوزيه سأنام مثل الملائكة. ومن جانبها عنونت صحيفة ديلي ميل قائلة: مورينيو يشيد بالقائد كين بعد تغلب الاسبيرز ببراعة على منافسه المرير بيب ليرتقي إلى الصدارة. ويتفوق غوارديولا بتحقيق 11 انتصارا على المدرب البرتغالي في المواجهات السابقة، فيما حقق مورينيو 7 انتصارات فقط، بينما انتهت 6 مباريات بينهما بالتعادل.
الحقيقة يمكن فريق توتنهام ظهر بشكل مختلف تماما ومتألق الحقيقة مع مورينيو الكاركتر الحقيقة، واضح ان هم ناويين على البريمير ليج الموسم ده، فكل التوفيق. يعني نروح بقى للغضب هالاند النجم النرويجي اللي سجل سوبر هاتريك امبارح في مرمى هيرتا برلين، يمكن قال تصريحات مهمه النهارده بعد ما الماتش خلص، قالها الاسبن الامريكيه. كان اتسال هو، قال انه كي اكون صريحا سالني فافر طبعا المدير الفني بعد الماتش ما انتهى عن عدد اهداف. يمكن الحقيقه سؤال غريب جدا من المدير الفني، هل احرزت 3 اهداف؟ قلت له لا، احرزت 4 اهداف. انا مش فاهمه يعني، انت ما كنتش في الملعب، مش فاهمه. لا بيدعبوا يعني، بيهزر. 4 اهداف لكنك اخرجتني من المباراه يا فافر. فالحقيقه النهارده يمكن هو كان متضايق جدا او غاضب من المدير الفني، يمكن بلغه الكوره كده امبارح كانت ماشيه معاه زي ما بيقول. لا هايلاند طبعا خلينا اقول انه من افضل اللعيبه، يعني ده ولد لسه مواليد 2000، يعني عنده 20 سنه. انتقل لدورتموند بمبلغ 50 مليون يورو، ده كان مبلغ كبير جدا، لكن من اول ما وصل بصراحه لدورتموند بيحقق ارقام كبيره جدا على مستوى التهديف. يعني هو امبارح فافر كان يعني بيدعبه، انت جبت كام؟ قال له 3 بس. قال له لا انا جبت 4. يعني نوع من انواع الدعبه. كان عايز يقول له انت خرجتني ليه من الملعب؟ كنت عايز اكمل يعني، كنت هكمل. ولو كان كمل يمكن كان كمان جاب. خلي بالك هو كمان هو فاز. كان في طبعا صحيفه توت سبورت دي الايطاليه بتعمل حاجه جايزه من 2013 اسمها الجولدن بوي. الجولدن بوي ده افضل لعيب تحت 20 سنه في اوروبا، وهو فاز بيها السنه دي، لان هم شايفين ان هذا النرويجي العملاق رغم ان هو عنده 20 سنه موهوب. يعني ده تالنت كبير جدا، بيحقق ارقام كبيره جدا على مستوى التهديف. كان لسه حتى الصيف اللي فات بدا ريال مدريد يتكلم معاه رغم صغر سنه. فعايز اقول ان هو يعني نجم كبير جدا هالاند، وبيقدم كوره اكتر من رائعه، ومعدل تهديفه اثناء المباريات معدل رائع. يعني هو نزل تقريبا في 15 دقيقه بيحقق هاتريك، فده رقم، وقبل كده عمله في بدايات البوندسليغا مع دورتموند. يعني لعيب كبير جدا رغم صغر سنه، لكن توقعوا ان هالاند هيكون كمان متواجد في الصفوف، اذا كان ريال مدريد، برشلونه، يمكن يروح البايرن في السنوات القريبه اللي جايه. تعالوا نروح لليوفنتوس. من الايطالي طبعا حسب بقى خلاص موقفه ان رونالدو مكمل مع الفريق طبعا الايطالي الكبير لي يعني نهايه التعاقد بتاعه. احنا كنا فاكرين ان رونالدو كان بيتقال انه هيتباع، وان يمكن الراتب الكبير بتاع رونالدو عنده مشكله في اليوفنتوس، لكن المدير الرياضي لليوفنتوس فابيو بارتيشي قال انه بيأكد ان استمرار رونالدو ان شاء الله حتى نهايه عقده اللي هينتهي في 2022. طب نفى طبعا اي نيه لبيعه رونالدو. احنا عارفين سجل امبارح في مرمى كالياري في المباراه الاخيره، وصل الصراع على لقب الهداف ما بين الكبار، ما بين ابراهيموفيتش طبعا نجم الميلان ورونالدو، وكل منهما 8 اهداف. زي ما بقول خلاص اتحسم الملف بتاع رونالدو. يمكن كنا بنتكلم ان الراتب الكبير كان عائق شويه، لكن خلاص المدير الرياضي لليوفنتوس بيقول خلاص رونالدو مكمل ل 22. كان تعرض عليه أندية كتيرة طبعا، لكن النهاردة بيتم حسم رونالدو. نروح بقى لعملاقة أو أسطورة كده زي ميسي زي رونالدو، مارتا في منتخب البرازيل للكرة النسائية النهاردة بيعلنوا عن إصابتها بكورونا. طبعا الست دي متوجة بلقب أفضل لاعبة في العالم 6 مرات، النهاردة بتصاب بكورونا للأسف. الاتحاد البرازيلي يمكن بلغ نادي أورلاندو برايد الأمريكي اللي بتلعب فيه مارتا النهاردة، واستبعدها برضو للأسف من قائمة منتخبها، وهتخضع للعلاج والعزل طبعا الصحي. طبعا يمكن أسطورة يعني زي ما بيقولوا في عالم كرة القدم برضو النسائية، وحصل على الكرة الذهبية 6 مرات. هو طبعا يعني حتى على مستوى السيدات البرازيل زي ما احنا شايفين كمان بيتمتعوا باللياقة وبيتمتعوا بالمهارة الكبيرة جدا. على مستوى كمان كورونا، كريم الأحمدي نجم منتخب المغرب ونادي اتحاد جدة السعودي تعرض كمان للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهيغيب عن المباراة المقبلة ضد النادي الفيصلي في الدوري السعودي. احنا عارفين كريم الأحمدي دلوقتي هو زميل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر طبعا في اتحاد جدة، وكان لعب لفايرنورد الهولندي في وقت قبل كده، يعني طبعا أصيب
ان شاء الله باذن الله بالف سلامه عليه، وكمان نجمنا الكبير احمد حجازي اللي بيقدم مستويات اكثر من رائعه مع اتحاد جده السعودي. نتمنى السلامه لكل لاعبتنا ان شاء الله باذن الله. ما عادش يوم بيعدي الا ونسمع سلسله من النجوم وغير النجوم مصابين بفيروس كورونا. فيا جماعه ارجوكم ارجوكم، يمكن يعني رساله مهمه جدا لكل الشعب المصري الحقيقه، لازم نلتزم بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه، لازم نبعد عن التجمعات، لان النهارده خلاص الموجه الثانيه افتكر او الجائحه الثانيه من كورونا فيروس يمكن زياده حبتين. فنهارده لازم كلنا نتابع الاجراءات الاحترازيه، ان شاء الله ما حدش فينا يتصاب ان شاء الله باذن الله. اخبارنا خلصت بعد الفاصل، الاستاذ عصام شلتوت ومحمد القصي. رجعنا مع حضراتكم وفقراتنا الحواريه الاولى في البيت الكبير، اثنين من النقاد الكبار جدا معانا النهارده ومشرفنا في البيت الكبير، الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير بجريده الاهرام، ومعانا طبعا الاستاذ الكبير عصام شلتوت مستشار التحرير بموقع القاهره 24. برحب بيكم في البيت الكبير استاذ عصام. اهلا بيك على حضرتك. هاني ازي حضرتك؟ استاذ محمد منورنا في البيت الكبير. ربنا يخليك يا كابتن هاني، دايما بنشرف ونسعد بوجودنا معاك، وسعيد بالتواجد مع الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شلتوت حبيبي. احنا كمان بنسعد بيكم دايما وبنفتح حوارات وبنتكلم ان شاء الله على اكيد ملفات النادي الاهلي، وبدايه من النهارده لغايه يوم 27 ان شاء الله. زي ما قلت احنا دايما سبورت لاولادنا للجهاز الفني، ان شاء الله بنتعامل مع الامور بهدوء باحترافيه، ولكن كمان بنحلل المواقف وبنحلل خاصه يمكن مباراه امبارح. هبدا بيها يا استاذ محمد، شفت المباراه ازاي؟ مش على مستوى النتيجه لكن على مستوى الفني، على اداره موسيماني للمباراه. تمام، يعني طبعا يعني انا بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الوصول لنصف النهائي، طبعا بطوله مهمه جدا. صحيح. على مستوى البطولات المصريه ثاني بطوله على مستوى مصر الاهلي وصل فيها للنصف النهائي، وان شاء الله يكمل فيها حتى يصل الى كاسها باذن الله. يعني شايف المباراه يعني كانت تجربه كبيره وتجربه حلوه بالنسبه للموسيماني، بالرغم من عناصر كتير جدا من اللعيبه الاساسيه سواء الدوليين اللي جايين مجاهدين وتعبانين، او ان هو بيفضل يريح بعض اللعيبه او بيخفي بعض اوراقه. يعني المباراه دي ليست مقياسا او معيارا، بدليل ان احنا قعدنا يمكن في حاله قلق لحتى اخر لحظه، مع انك انت مع كل التقدير لفريق ابو قير للاسمده والفرق كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي، لكن في النهايه النتيجه ظلت معلقه حتى اخر لحظه. كان ممكن لو اي كره طايشه في اي لحظه ممكن تخش جون، زي الجون اللي دخل فيه اي كره كانت ممكن تعمل لك مشكله، لكن المؤكد ان هو استفاد منها بدرجه كبيره جدا، وعمل نوع من اللخبطه. يعني ما حدش عارف هو عمل ايه ولا اشتغل ازاي ولا وضح لك اي صوره ولا جمل ولا اي حاجه. يعني اشعر ان موسيماني خبى يعني جملا وخططا وتكتيك ولاعبين خبى في هذه المباراه، لم يفتش ولم يظهر اي اوراق على الاطلاق، هو حقق الهدف المطلوب منها وانتهى الامر بالنسبه له. اعتقد الامور هتكون مختلفه تماما خالص، لكن طبعا كان مهم جدا انك تتجاوز هذه المرحله وتعدي، لان بطوله الكاس دايما بطوله المفاجات. يعني في النهايه يعني ما فيش مقارنه بينها وبين بطوله الدوري، بطوله الدوري ده حاجه ثانيه خالص مختلفه تماما، ودي بطوله الانديه الكبيره العظيمه في كل العالم. اما بطوله الكاس ممكن تجد اي فريق حتى ولو من الدرجه الثالثه ممكن يوصل للنهايات. يعني حتى شفنا فريق اف سي مصر وهو فريق غير مكتمل، حتى ما كانش معاه لعيبه، يعني كان قاب قوسين او ادنى ان يطيح بالزمالك خارج الكاس لولا ان زاك يعني اخر دقيقه. الزمالك هو حامل اللقب يعني. بالظبط، يعني حامل اللقب، كان عمل مفاجاه كبيره جدا حقيقه. يعني فطبعا يعني انا شايف ان هي كانت تجربه كويسه، يعني زي تمرينه كويسه جدا كده اتمرنوا فيها، والاهلي حقق هدفه منها. يعني استاذ عصام، هو تقريبا نفس الحكايه، وعجبني قوي فكره موسيماني، يعني تبادل خواطر او يعني نفس الخواطر انا واخويا وصديقي الاستاذ محمد الروسي، ان الراجل حط الجيم وعارف انه متراقب، لكن مثلا الجهاز الفني لمنافسه هيبقى مركز انه الخطه دي بس باللاعبين دول، فراح قالبها انه احنا بنعمل تقسيمه بيستفيد من احتياطيه في بنك الاحتياط. احنا دايما بنتفق مع حضرتك انه الكبار عندهم بنك احتياط مش دكه بدلاء، وبالتالي ترك مساحه يعني كامله للاعبته ما عدا حرصه على لعب الكوره. الراجل ده من المدربين العاشقي لعب الكوره، يعني من اول ما الجون يحط الكوره لحد او يعمل باص لزميل بقدر الامكان، يعني مش لازم طبعا توصل له كل مره صح، وبالتالي لا بعيد خالص عن هو بيفكر ايه في ماتش نهائي في القمه الافريقيه في العرس الافريقي في يعني خطبته ليه ود الاميره السمراء، الامر بالنسبه له مختلف. انا على يقين ان الراجل ده انتهى من طريقة أداء خطته في مباراة الزمالك،
وما تبقى هو ده اللي ممكن يطمن جمهور الاهلي. الراجل صاحب رصيد طويل من النهائيات، مش بس في القاره السمراء، من لعب النهائيات، وبالتالي هو مزج بين، علشان البعض يقول لك اصل في ناس تعرف تكسب ماتش واحد وفي ناس تعرف تكسب ماتشات، لا، الراجل ده عنده الخليطين، يعني يقدر يلعب مسابقات طويله وهو ايضا عنده حرفه النهائيات، وبالتالي هو دلوقتي بيضع كامل قدرات لاعبيه لتنفيذ التكتيك اللي هو حاطه. التميز اللي هيكون عند موسيماني كمدير فني في اللقاء هو ترك مساحة، معرفش بتحسبوها كام في المية، بعد التزامك التكتيكي بأنك تلعب كرة قدم، انجوي فوتبول، وبالتالي هيعتمد مهارات اللاعبين من خلال طريقة اللعب وأدائه للتكتيك وخطط اللعب. عرفت انه لاعبه يعني او نجوم منافسه الزمالك طبعا مدي اللاعبين مش بريف عنهم او بعض اللقطات عشان يشوف هذا اللاعب وكيف يراقبه، لا، عشان يقول له انا بوريك لعبه، وريني انت هتعمل ايه، وده بيحصل على مدار التقسيمات يعني، وكان يحول يعني رمزي لبن شرقي مثلا وانا حمدي فتحي، فوريني انت هتعمل ايه في بن شرقي، مش هتوقف بن شرقي ازاي، عارف فكره الشطرنج يعني من خلال كره القدم، عسكري بعسكري، حصان بحصان، وهكذا اتصور ان موسيماني شغال، وده اللي ممكن يعمل اريحيه للاعبي النادي الاهلي انهم عندهم فرصه طويله لاستمرار التدريب على التكتيك ده مع مساحتهم هم الخاصه او ادواتهم بالتحديد الفنيه ومهاراتهم واستغلال ما هو فردي. صحيح، هنرجع طبعا للمباراه النهائيه والممكن الشكل هيبقى ازاي، لكن الاستاذ محمد امبارح لاحظنا ويمكن قبل المباراه كان في بعض التكونات، هيلعب موسيماني هيلعب ازاي، يا ترى هيلعب باللعيبه الاساسيه او هتبقى بروفا على مستوى واضح بالنسبه لمباراه الزمالك، لكن امبارح اعتقد كان غياب عدد كبير جدا، اعتقد كل اللعيبه الدوليه، يعني غياب محمد هاني، ايمن اشرف، بتتكلم على علي معلول، بتتكلم على بدايات مثلا عمرو السوليه، ديانج، بتتكلم على الشحات، اجاييه، يعني اعتقد 90% من اللعيبه يمكن نزل قفشه ونزل ديانج، لكن بدايه المباراه كان بيعتمد بشكل كبير على عناصر صغيره ومنها اثنين لعيبه صغيرين، العربي بدر واحمد كوكا في وسط الملعب. شفت ادائهم ازاي المجموعه ديت، وفعلا هي كانت ده الواضح من موسيماني ان هو عنده سكه واحده، ان هو خلاص عارف بالظبط هيلعب ازاي يوم 27، وبالتالي يهمه في المباراه ديت اكيد الخروج بمكسب والاطمئنان على بعض اللعيبه الصغيره واعطاء الفرصه كمان للعيبه زي احمد الشيخ، زي وليد سليمان، زي باجي. يعني يمكن بعض التوقعات، وانا كنت بتوقع ان هو يبدا بالاساس ويغير بعد ما اطمئن على النتيجه، هو بدا العكس، بدا بالمجموعه البديله اكتر مع تطعيمات بسيطه جدا، وجه في النهايه خالص ادى اللعيبه حتى ديهم احساس المباراه والملعب، كان نوع من التدريبه القويه او التجهيز البدني والفني وحساسيه المباراه، وكان مهم جدا. اللي عجبني قوي الفرصه اللي خدها العربي بدر واحمد نبيل. العربي بدر الحقيقه يعني من المباريات الجميله اللي قدمها، لعب بشكل جيد، بشكل مؤثر، يعني لاعب ليه مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله المقبله. يعني شفنا بقيه اللاعبين بيقدموا برضه في اطار المطلوب، يعني انا حاسس ان النادي الاهلي لعب على قد المباراه حتى بعد ما جاب الجونين، يعني الجون الثاني بيتسجل وهم بيبقى ناقصين لاعب، بيطرد لاعب، الطبيعي جدا انك انت تسجل جون وثلاثه واربعه، الاهلي ما ضغطش يعني، فضل ماشي على قد المباراه وعلى قد حجمها، وحتى اطيحت فرص لبعض اللاعبين وخصوصا اليو باجي، كان ممكن تخلص المباراه بثلاثه واربعه وخمسه، لكن في فرص اهدرت بشكل كبير جدا، عادي جدا الامور مرت بسلام. خلينا نتكلم بكل امانه كل الاحترام طبعا، اعتقد فريق ابو قير برضو قدم مباراه طيبه جدا جدا. كاس طبعا انت عارف احمد كاسو اخرج كل ملاذيه وكانه على حسب امكانياته يعبر عن نفسه وعن هذا الابتعاد عن وجوده، انا اسف يا اوسي، عن وجوده ضمن الاختيارات الدائمه لمدرب المنتخبات الحقيقه. احمد الكاس مدرب كويس، يعني اذا كان الاهلي يعني دوافعه ممكن تكون اقل شويه، لكن ابو قير دوافعه غير محدوده، مباراه العمر بالنسبه له، يعني قد لا تتكرر هذه الفرصه بالنسبه لابو قير يعني، وفي نفس الوقت معاهم الكابتن احمد الكاس، راجل كوير ودماغ كبيره وكوتش وعارف النادي الاهلي وحافظ النادي الاهلي، ودي كان دافع لكل اللعيبه، يعني حتى كل لاعب دي كانت فترين عرض بالنسبه لفرقه ابو قير، زي ما هي كانت فترين عرض بالنسبه لفرقه
اف سي مصر اللي هي تحوات الى زد مستقبلا يعني. فطبعا دي بتواجه صعوبه كبيره جدا. انت لما بتواجه فريق يعني اقل منك او اسم بعيد عنك ده بيتعبك كتير جدا لانه بيبذل جهد مضاعف جدا طول المباراه. حتى لما بقوا 10 لعيبه من الدقيقه 24 ما حسيناش ان هم ناقصين على الاطلاق يعني. كان طبيعي جدا ينهاروا قدام الاهلي ويشيلوا خمسه وسته، لكن صمدوا وقاتلوا وقووا وكادوا يوصلوا لمرمى الاهلي وكانوا مزعجين حتى اللحظه الاخيره يعني. فطبعا كل التحيه والتقدير لفرقه ابو قير والكابتن عبد الكاس. لكن في نفس الوقت طبعا يعني انا بحيي موسيماني على التمويه الكبير اللي عمله في المباراه. اعتقد ان الشكل اللي قدم بيه ان احنا ما فهمناش يعني ما عرفناش اي حاجه خالص يعني. ما ادناش اي اشاره ما ادناش اي اشاره لشكل اليوم 27 الحقيقه اي اشاره. حتى في لعيبه من الكبار اللي هم الدوليين وغير الدوليين من الاساسيين نزلوا يكاد بعضهم يكون ما لمس الكوره يعني، مجرد ان نزل وجري في الملعب وتحرك يعني حوالي 7 8 دقائق 10 دقائق ده كان الهدف الاساسي بعد ما تحقق الهدف الرئيسي هو التاهل لنصف النهائي. في حاجه عجبتني جدا في المباراه طبعا الهدف اللي احرزه ابو قير، ومباشره بعد الجول دوت جت اللقطه على الموسيماني وهو كمان بيشرح للعيبه اللي بره الجون ده جه ازاي او جه ليه او ايه الخطا اللي حصل عشان يجي الجول ده. فمهم جدا ان كمان المدير الفني عايش المباراه بشكل جدي. اكيد طبعا مباراه مهمه لانها في بطوله، لكن شرحه كمان للناس اللي قاعده على الدكه بره بتدي انطباع انك خلي بالك احنا يعني انت موجود. ما هو تاكيد اللي هو شفته ربما يعني يكون عن شيء كابتن هاني هو كان بيقوله او خطا ما بيحبش انه يكرر. مره شاور لبادجي على حاجه انت واحد واثنين حاجه كده وعمل له كده ليه، وبعدين راح مبتسم وقال له يلا في مباراه يعني في بدايات وجوده مع النادي الاهلي. وده معناه ان الراجل عايش الفرقه قبل ما يكون عايش الماتشات يعني. هو بقى بينه وبين لاعبته، واعتقد انت يعني كمحترف رحت لغايه كلاس ايه عارف ان دي مهمه قوي. يورجن بيعملها طبعا. بنشوفها يعني جوارديولا الراجل شيخ الطريقه الوحيده الان في العالم بيعملها، اللي هو بينه وبين لاعبته كلام اللي هو من نوعيه ايه طب ما فيش واحده تجيبها جون ممكن يقول للفريق بتاعه كده طب وبعدين هنستنى كتير يعني مش حكايه تلعب لده مش لا كان مهم جدا بيقول لهم حتى يعني ده الغلط حصل لان المفروض كنا نوقف على خط واحد. شفته يبقى حتى لما يجي يشرح بعد كده يبقى الدنيا انتهينا منه بالزبط. عشان كده اللي بيقوله اخويا القوسي عن فكره التمويه هي مش مجرد تمويه وبس، هو مجرد حد خلاص بقى عنده اكتر من طريقه لتنفيذ خططه. وبالتالي هو امبارح كان محتاج ان اللعيبه اللي هي احتياطي الاستراتيجي يبقى مضغوط عليهم، وهتلاقيه من ضمن فنيات الكره يعني حسب يعني خبرتي هو كان حابب الضغطه دي على لاعبته علشان يبقى عنده يعني في بنك الاحتياط لعيبه ذات تاثير ما قعدتش كتير وما استنتش كتير. اللعيبه الجدد الاثنين واضح ان الراجل رهانه عالي قوي على العربي بدر تحديدا. والعربي بدر يذكرك باحمد فتحي مش بس كظهير ايمن، انك تقدر تلاقيه ديفندر تقدر تلاقيه سيرد باك. لكن كابتن ربيع بيلعبه كمان 10 يعني من ايوه يعني بيحطه نمره 10 كنت لسه اقول لحضرتك. وبالتالي الراجل رهانه على ده، وعشان كده لازم جمهور الاهلي ياخد باله عشان كده ما بقاش في مطالب يعني متعاظمه للمدير الفني للاهلي، رغم ان القاعده في الاهلي اذا طلب هيجاب بعد نقاش طبعا. فني يعني، لكن الراجل مالوش مطالب في محترفين كثر، وعايز يشوف التيم من جوه وعايز يصعد ما يسمى ابن النادي طبقا للمنظومات الدوليه. كل فرق العالم بيبقى فيها اللي خارج من يعني مدرسه، وهو متعود في مدرسته كمان على الفرقه بيكون متوسط اعمار. الله ينور عليك متوسط اعمار وخارج من عنده هو النادي. قبل اللي بيطعم بيهم علشان يكسب ولاد الفرقه ولاد النادي الخبرات المتعاظمه دي. وبالتالي انا موافق جدا وكاننا يعني متفقين بعقد انا والاستاذ محمد انه الرجل يعرف ماذا سيكون عليه شكل الفريق وشكل الاداء يوم مباراه النهائي، خاصه وانه هو تقريبا مذاكر باتشيكو. باتشيكو حتى في المباراه اللي تخلى فيها عن نجومه لما جه يدفع بنجومه دفع بيهم وهم ما كانوش مؤهلين انهم يلعبوا، لكن واضح ان تغيير ديانج لما لعب واضح ان هو عايز يمشيه في الملعب زي التدريبات اللي بتعملوها لما توصلوا عندكم بكره ماتش فتبقوا دوستوا بس الاستاد كده التمرين الاخير زي ما بيقولوا. عشان كده ممكن يكون هو باني على ان باتشيكو
شغلته الأساسية في أجندته إزاي يقف أولا ثم يبحث عن باقي احتياجاته في المباراة. الاثنين المدربين هيخلوا الماتش شكله حلو قوي وهيخلوا الماتش كله كورة لأنه هيلعبوا مع بعض بينج بونج لغاية ما حد يحاول يخلص النقطة زي ما بيعملوا ثم ينقلبوا في بعض الأوقات لركعة شطرنج على النجيل الأخضر يعني. تمام تمام. هاخدكم في نقطة تانية خالص ويمكن أستاذ عصام وحضرتك أستاذ محمد دايما كنا بالنادي وكنا بالنادي إزاي يبقى عندنا دوري منتظم وإزاي توصل مسابقتنا يبقى أنت يعني تعرف خلاص الدوري هيبدأ يوم كذا هيخلص يوم كذا ارتباطك الدولية كل ده محطوط في أجندة. بكرة في قرعة طبعا اتحاد الكرة بيعمل قرعة للجدول أو الموسم القادم إن شاء الله بإذن الله 2021. أستاذ محمد رؤيتك إيه للجزئية ديت وهل فعلا هيتم ان احنا بكره هنشوف ان في جدول للدوري بدايته يوم كذا ونهايته يوم كذا؟ هو احنا طبعا يعني بقالنا سنين طويله جدا بنحلم يعني ده حلم يعني حلم طويل جدا بالنسبه لنا ان احنا تكون عندنا مسابقه هتبدا يوم وهتنتهي في يوم معروفه يعني. لكن هذا الحلم للاسف دايما بيتحول معانا الى كابوس لا ينفذ على الاطلاق يعني للاسف. فانا مش عايز احلم تاني يعني لان كل الوعود اللي حصلنا عليها على الاقل في الاربع سنين الاخيره يعني حتى على مثال على مستوى الاربع سنين الاخيره لما طلع المهندس هنا بريده والحقيقه انا كان ليا طموحات كبيره جدا معاه شخصيه دوليه كبيره جدا في الفيفا او في الكاف وكنت منتظر ان مسابقاتنا تكون منتظمه بشكل كبير جدا لكن هذا لم يحدث. بعد ما حصلت الاستقاله او الرحيل من اتحاد الكره وجي السيد عمرو الجنايني اول تصريح قاله وقال سجلوا عليا الدوري سيبدا في ساعه وسينتهي في ساعه مش في يوم الساعه كذا ينتهي الدوري. ولكن طبعا جاءت الرياح بما لا تستاهل السفن طبعا كان في حاجات هم مسؤولين عنها وحاجات ظاهره كورونا اثرت طبعا بشكل كبير جدا. انا لست متفائلا لوجود دوري منتظم يعني حتى الان انا لا اعلم من هو رئيس لجنه المسابقات الجديد. كنت لسه هسالكم مين يعني احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش ما هو ده غريب يعني تقريبا جايبين لنا علبه كده ويفتحوها ويطلعوا ويعلنوا عن اسمه بكره طبعا. طب ازاي يعلنوا عن اسمه بكره اللي هيعمل المؤتمر هو رئيس لجنه المسابقات يعني اللي مخطط للمسابقات واللي عامل الجدول والمنظم لكل حاجه واللي هيطلع يصرح واللي هيسال في كل نقطه هو رئيس لجنه المسابقات. من هو رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم؟ حتى الان لا يوجد احد. تخيل تنفع مسابقه لغايه ميعاد المؤتمر بكره ده ما والله العظيم يعني 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 الغريب ان اتحاد الكره مازن مرزوق او مازن مرزوق اعلن ما اعلنش مازن طلع نفى لم نجد اعلانا رسميا كابتن المهندس مازن اتنين جورنالجيه جايين لك اهو مازن طبعا مازن لا تمام على فكره مهندس مميز جدا طبعا بس ما اعلنوش حتى يعني الطبيعي جدا كان المفروض اتحاد الكره مش قبلها باسبوع من بعد حسام ما مشي من لحظه حسام لما حسام ماشي معروف مين اللي جاي لجنه المسابقات عشان كان المفروض هو زمان قاعد. طب مين اللي حط الجدول اللي هيتعمل بكره ومين اللي هيعمل قرعه ومين اللي هيتكلم ومين اللي هيتحرك يعني الحقيقه وضع مبهم يعني لا يدعو للتفاؤل في امكانيه مسابقه منظمه لها بدايه ولها نهايه محدده. ايه الصعوبه في كده يا استاذ؟ الحقيقه ما اعرفش يعني والله العظيم بجد يعني كل شيء تبحث له عن يعني راس وقدمين بيمر بجسم احنا ما بنلاقيش ده ما بين يعني صراخ ان ما فيش سبورت فنعمل السبورت والكلام يبدا وينتهي عن ساعات مش ايام يعني بحسب يعني كلام الاستاذ القوصي ثم تنقلب كل دي والمداراه بقى وراء يعني انه اعطى الفرصه للاهلي للزمالك لكذا لماذا بينما لم يطلب احد فرص. الكل يطلب نظام واضح حتى في فكره الترحال على اتحاد الكره ان يفرض المواعيد الدوليه لان كره القدم بيزنس وصناعه اللي مشارك في بطوله قاريه لو عنده الاجندات الدوليه ما هياش من دلوقتي معروفه لغايه من عندك كام سنه يا كابتن ما عدا ايام كورونا ومع ذلك بيحاولوا يعني الناس في الاتحادات القاريه وطبعا الاتحاد الدولي محاولات تثبيت وبالتالي انا مش عارف ايه السبب وايه السر انك لا تعلن الاسم. كنا نتصور انه المهندس حسام الزناتي بيستقيل اللي استقاله نهايه الموسم ثم سيبدا هو موسم اخر او على الاقل يستكمل مع اللجنه الى ان ينتهي دورها تماما ثم فوجئنا انها استقاله بالثلاثه لا رجعه فيها والدليل انه مش هو اللي موجود بكره. طب هل هو يعني اخر حاجه عنده كانت في الهوم وورك انه يسيب جدول جديد مثلا قبل ما يغادر مبنى الجبلايه؟ وارد جدا. طب قولوا لنا بس حتى يشكر الرجل انه قدم خدمه اضافيه. هل صديقنا مازن مرزوق هو من سيتولى
إمرة الأمور ويعلن عنه مع مؤتمر إعلان جدول دوري المحترفين المصري اللي بنقبل إنه يتقال كده. وبالتالي يعني هيقدموه مع الجدول يا مثلا يا سيدي لا قصدي لو بعدين برضو في نقطة اللي هو الجدول مش يعني يعني كان دايما الاهلي والزمالك بيتحط في ميعاد معين اعتقد دي قرعه يعني غير موجهه غير موجهه بشكل ما انا بقول لحضرتك يعني انا طبعا مش قصدي نلاقيه فجاه زي ما انت قلت مسابقه العلبه دي لكن يعني يعلنوا ويعلنوا انه مع المؤتمر هيحضر رئيس لجنه المسابقات التي تم تعيينه يومين ثلاثه اربعه لكن لا احد يجيب لا احد يرد اخر استفسارات قبل ما اجي لحضرتك واكيد استاذ محمد برضو اكيد كان عنده طول اليوم على الاقل النهارده مش هقول لك في ايام سابقه استفسارات ومحاولات من زمايلنا الشبان اللي بيغطوا يا اخوانا قالوا لنا يقول لك ما حدش قال غير ان المؤتمر بكره الساعه كذا وبالتالي فعلا هي حاجه غريبه جدا اكنك بتلعب استيميشن يعني مش عارف ايه الحكايه هل الجدول كامل بكره ولا بضعه اسابيع يعني برضو انا بقول لحضرتك الجدول بيطلع لنا يعني يقول لك اول ست اسابيع في الدوري كذا 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 وبعدين ونواصل يعني. لا 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 اول ست اسابيع بدون ملاعب وبدون تواريخ وبدون ساعات فعلا بتوصل كده ويذهب يعني يقول لك الملعب فاضي وميعاد المباراه فاضي طبعا. ويذهب الى الامن ايه راي حضرتك ان انا جايب تصريحات امنيه انه اصلا زي ما قلت حضرتك قبل كده وكان برضو انا وزميلنا محمد القوصي انه الامن ليس لديه ولا مره مشروع كامل يعني انتوا عاوزين ايه يوم ايه الساعه كام وبالتالي هو اصلا منتظر ده ما عندوش اي ازمه النهارده حصل تصريح ان هناك افتراضيه ان يكون هناك جماهير الكاف لا يمنع طيب ده في المباراه النهائيه 27 ان شاء الله طب ماذا يمنع نحن نتحدث مع الامن طب هل قلتوا للامن انتوا عايزين كام هل قلتوا للامن اشتراطات يعني هتطبق هيبقى في كاميرات وهيبقى في حجز اونلاين او هتبقى بس مقصوره على قوائم من الانديه من الجامعات العموميه صحيح. ام من الجماهير لم يقدم احد للامن اي شيء لكن الامن هو ها يعني الكفرنج اللي بيشتغل عليه مسؤول كرة القدم الحقيقة بشكل ما بيديش حتى فرصة للناس انها تفهم في ايه بينما الامن بيحمي بلد فيها انتخابات واعادات انتخابات وامتحانات ثانوية عامة وامتحانات جامعات ايه تاني يا استاذ فكر معايا عشرات الايفنتات مهرجانات فنية يعني ايه تاني كاس العالم كاس العالم لكره اليد ليبيا قالت الاجابه السنه اللي ليبيا قالت الاجابه مصر ونقلت ملعبها هنا صحيح. حتى عين اتلعبت بشكل الحقيقه يخلينا نقول لهم احنا اسفين يا ليبيا صحيح. لم يكن هناك مسؤول اللهم الا الراجل انا بريده بصفته الافريقيه ذهب الى ملعب المباراه يعني الحقيقه بحاول اجتهد ان اقدم يعني كلمه شكرا لمسؤولو الجبلايه اغلب الظن ان هم بيشتغلوا هم يعني بورد وموظفين عشان كده بيقعوا في كل الاخطاء ليه ليس لديهم هذا الفريق الموثوق فيه على ما اتصور والا لاعطوا لكل احد مهمته يخرج للتصريح رئيس اللجنه بنفسه في موضوع كورونا بينما هذا ليس عمله او هكذا اتصور على الاقل يا اخي تلاقي حد تعرف تعاقبه يعني اذا كان هناك سمت خطا اقصد يعني او تلاقي حد تقدر تثيبه اذا كان هناك ما يستوجب الثواب ما يعني عندناش هناخد من ده كله تقييمنا برضو للجنه الخماسيه خلال عملها الفتره اللي فاتت يا استاذ محمد اكيد برضو في بعض الايجابيات وبعض السلبيات يعني هي فتره اكيد كانت صعبه مرت بها الكره المصريه اللجنه الخماسيه ليها ما عليها ويعني في سلبيات يعني في ايجابيات وفي ايجابيات تقدر يعني سريعا كده الايجابيات ايه والسلبيات ايه بالنسبه للجنه الخماسيه؟ طيب عشان يعني نجاوب على سؤال حضرتك ده هي اللجنه الخماسيه جت ليه؟ وكانت جايه بايه وتكلفتها الاساسيه ايه؟ مظبوط كان في تكليفين اساسيين رئيسيين عند اللجنه اللائحه النظام الاساسي والانتهاء منها واجراء الانتخابات لانتخاب مجلس اداره جديد للجبلايه خلال 4 سنوات يدير فيها الجبلايه. حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي اللائحه لم تتم خلاص بس اجباري بعد ضغط شديد جدا من الفيفا خلال الايام القليله المقبله هو 30 نوفمبر وخلاص قبل نهايه 30 نوفمبر هيتم مناقشه اللائحه يوم الاحد القادم بالظبط يوم الاحد القادم فهي اتاخرت كتير جدا وعشان كده اتمد لها 3 شهور وهتعملها في اخر الثلاث شهور بما يشير الى انهم يعني في بطء شديد جدا في الانجاز وفي الشغل وفي العرض كان المفترض ان تنتهي قبل اغسطس الماضي اللي هو كان نهايه ولادتهم الاولى
ما عملوش دي في الحاجه الثانيه فما ادولهم ثاني يعني فما ادولهم ثاني الانتخابات طبعا عشان اللائحه ما اتعملتش الانتخابات ما اتعملتش وكان المفترض ان اللائحه دي تتعمل في اول نوفمبر او اول اسبوع من الشهر الحالي والانتخابات تجرى في اخر الشهر لكن ما عملوش برضه وتشعر وكانهم يعني متمسكون بالاستمرار في الاقصى مدى ممكن لكن في تجديدات من الفيفا على حسم الامر ان في انتخابات بلا شك دول ابرز حاجتين انا باخدهم عليهم لكن احنا لو بصينا عليهم هنلاقي مثلا يعني انا شايف من ابرز انجازاتهم التقليص عدد الجمعيه العموميه ده حدث مهم جدا مهم طبعا مهم جدا 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 لان كان في فوضى هو ده العدد المناسب لاقامه يعني جمعيه عموميه احترافيه ولا برضو العدد مقارنه باللي فات يبقى خطوه جيده جدا طبعا مقارنه بالفات خطوه جيده وخطوه عظيمه واكيد هتصب في مصلحه الكره المصريه وهتقلل من الضغوط او الفواتير الانتخابيه على اللي جاي الحاجة الثانية عمل موضوع الفار الحقيقة كان من الفار من الحاجات المهمة جدا 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 وخطوة يستحق عليها كل تحية وكل التقدير وكل الإشادة يعني لو بصينا على نظام المسابقة طبعا ما انتظمتش المسابقة وكان في يعني نوع من عدم الانضباط كتير في المسابقة يعني أنا شايف برضو أن لائحة العقوبات اللي موجودة في المسابقة وكنت أتمنى أن ده يكون من اللجنة دي اللي هي معلاش أي فواتير انتخابية وشغالة من غير ضغوط أن تعمل حاجة عظيمة لمصلحة الكرة المصرية تتابع الكرة المصرية وتفرض ده ان يكون عندها مسابقات منتظمه وتفرض المواعيد على اي حد ان يكون عندها لائحه ضبط وربط وتوقع عقوبات ولا تتراجع في العقوبات على اي لاعب مخطئ لكن طبعا شفنا تجاوزات كتير شفنا خروقات كتير جدا ما قدروش يتصدوا ليها يعني دي بعض المآخذ اللي انا شايفها عليهم العاده استاذ عصام هي تقريبا نفس الحاجات يعني لانه انت كان عندك فرص متعاظمه انك تأدي افضل وطبعا في ايجابيات عشان ما نقولش يعني انهم يعني طحنوا بلا دقيق يعني لكن الدقيق يعني ما يغذيش حاولوا ربما يعني انهم يكون عندهم ملاءة من الوقت مش بس للبقاء على كراسي إدارة الكرة المصرية لكن بس القصة انه ده عم قوية اتحاد الكرة كان يجب عليهم ببندين اتنين بس طبعا لائحة واضحة لانه حتى مع تخليص العدد نحن لا نعرف اي مسطرة استخدمت اي معايير استخدمت هل فكرة الأندية الشعبية هيتم الكلام عنها هل ما يمكن أن يكون زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده وبنتكلم في كل حتة فيسموه تنظير هل هناك ترجمة لكل الاتحادات عشان اللعب المالي النظيف علشان نبذ التعصب بينما التعصب هو شيء محمود بدون ضربة كسر شتمة بوضع كتلة من يعني العقوبات زي كل العالم الا يدخل احد الا ما عليه امره حضرتك لعبت في اوروبا ما فيش واحد مش بالغ رشيد بيدخل الملعب وحده لازم في مع التيكت ده تيكت حد معاه ولي الامر وهكذا مراقبه الملاعب اللي النيابه العامه محامي الشعب بتادب شديد لما ترجمها بعض الافاضل سموها اشتراطات النيابه علشان اهل المحتوى ما عملوهاش طب يلا نفذها كان فرصتك الوحيدة والفريدة أن تتحدث أن الأندية التي تلعب قريا هيكون مظبوط عندها 5 أيام حسب الأيام يعني وأن من لا يذكي الاستثمار والمكاسب ويستطيع بقى يجيب رود طيران يروح ماشي وحر لأنه مفيش حاجة اسمها مصر إلا المنتخب خلينا صحيح. نكون بكل صراحة زي كل العالم اللي مصر زيه الحمد لله خاصة من عنواننا مصر الجديدة من 30 يونيو 2013 بقينا نسخة دولية حقيقية يا كابتن هاني وبالتالي ما عملوش ده ليه؟ ده شيء الحقيقة صعب ان انت تقوله ويصعب ايضا انه لما يطرح اللي احنا بنقوله ده يبقى احنا ضد اللجنة يبقى احنا بالضرورة لا نقدر اشخاصهم مع انهم في الاغلب العامة اصدقائنا ونحن من يعني توجهنا نحو ان هذه الاسماء فرادة كل واحد منهم كان بيحلم معانا صحيح صحيح صح ولا لا مزبوط. ما اكثر ما جلس بيننا يعني صدقنا عمرو الجنينه وتحدث انه يا سلام لو دون اتحاد الكره يوم ما اكثر ما تفاهمنا مع محمد فضل يعني والاسماء يعني والاعلام لا تعرف يعني كلهم كباتن واساتذه وافاضل لكن ما جلس معك الا وقال لك نفسي اشوف الملعب ده زي ما بروح ماتش ليفربول من ساعه ما صلاح راح او غيره ما اكثر ما تحدث الدكتور احمد عبد الله عن نسخة مصرية حقيقية ومصر التي تستحق وخرج نجومنا للاحتراف دكتور سحر دكتور جمال يعني محمد علي هذا الرجل الذي يمثل الجنوب يا كابتن هاني وفي نفس الوقت يعني عنده الحسنيين هو أكاديمي وفي نفس الوقت هو رجل عمل محترفا طب بالله عليك ماذا يمكن
أن تنتظر من هؤلاء غير نتيجة لا تقل عن 80 حاجة و80 اللي هي في أيام الثانوية العامة بتاعتنا كانت تودي برضو هندسة وطب وحاجات كده يعني. صحيح. يعني الحقيقة أن الموقف صعب والتحليل بيزعل والكلام مع ناس تهانة بقدراتهم ومجرد أنك أنت تذهب نحو يعني الدين حصاد زي ما أستاذ أوسي قال يبقى أنت غير محب وأنت مع الآخر وأنت تنتظر الاتحاد القادم. طب ما حدش عارف برضو احنا ننتظر الاتحاد القادم. السؤال بقى اللي جاي الاتحاد القادم ويمكن ملامح لغاية دلوقتي ملامح الانتخابات ما وضحتش بشكل كبير يعني برضو علشان اللايحة ما يعني ما تقدمتش بشكل رسمي وانت بتتكلم على 30 نوفمبر بتتكلم على تقريبا أقل من أسبوعين من النهاردة ولازم كل ده يتناقش وكل ده يتعلن و اخيرا ملف بقى الانتخابات انتخابات اتحاد الكوره في دروب صعب قوي هيحصل. عارف ايه هو؟ هم ما قالوش اللي هيعتمد اللائحه الجديده ال 209 القديم ولا الجديد ابعاد الباقين عن المشهد لكن مش بيظلم يعني طبيعي. مش بيمشوهم من الكوره لكن اللي هو هيبقى ليه حق ولا ال 96 لا 96 لم يجيب احد لا ما هو هو خلاص كده يعني مع نهايه الموسم مع نهايه الموسم خلاص هو من 96 مع نهايه الموسم القروي خلاص يعني خلاص. الدوري انتهى فدلوقتي عندنا جمعيه عموميه في الاتحاد 96 مش هيخش اللي تم ميعادهم خلاص عاملين حاجه بقى دمها خفيف نديها للبرنامج البيت الكبير عملوا الاجتماع في مكان لا يمكن الاقتراب منه الا وانت حامل دعوه لانهم كانوا متاكدين ان ال 209 هيحضروا ومعلومات ان بعضهم راسل الفيفا انه ما فيش معيار انتقائي وكذا لكن الفيفا همه الاول دلوقتي ان الناس دي تمشي يعني تمشي وبالتالي اللي نجحوا فيه بذكاء شديد يعني والمكان يعني ملوش دعوه بالقصه بالبلدي بالعكس يعني هو مكان هم قدروا يختاروا مكان ما ينفعش يعدي منه غير اللي معاه دعوه الا لو بميعاد الهجره بتاعت الطيور تخيل وبالتالي يعني لا ذكاء موقف يحترم فيهم يعني استاذ محمد برضو رقم 96 اعتقد مقارنه بقبل كده ده دي خطوه للامام يعني خطوه طبعا لتحسين يعني تحسين مش هقول لك اللي هو خلاص احنا نتكلم على انديه قريبه من الانديه المحترفه شويه هي اللي بتاخد ملف او مسؤوليه تعيين من يدير كره القدم في مصر يعني. ال 96 طبعا خطوه عظيمه جدا يعني لان كان في طبعا يعني مراكز شباب وفرق لا علاقة لها بكرة القدم يعني ليس لها ناقة ولا جمل في اللعب وكانت بتدلي بأصواتها صوتها زي صوت النادي الأهلي وزي نادي الزمالك وزي الإسماعيلي والمصري والاتحاد ودول أقوى من يعني كانت الفرق العظيمة الكبيرة دي لا دخل لها في الموضوع حتى مسؤولي اتحاد الكرة ما كانوش بيهتموا طب يعني انا الانتخابات كانوا يعني لما بقول لك انا هتم يعني اهلي وزمالك وثنائي طب ما انا عندي كفر مش عارف ايه ازاي وزي النادي الاهلي وده صوته في جيبي يعني فكانت الدنيا محكومه بهذا اعتقد ان تقليص العدد بهذا الشكل يعني الى حد كبير هيساهم في حضور مجموعه يعني ممكن تكون منتقاه او تنتخب بشكل جيد او يكون الاختيار من ناس برضو عندها يعني عقليه عندها قدرات عندها امكانيات عندها نشاط موجود بالفعل فبالتالي تعرف تختار من يديرون الكره المصريه لغايه ما تعمل اللائحه يعني الناس مش منتظره اللائحه اللي هم بيفكروا يبقوا موجودين في اتحاد الكوره انا لغايه دلوقتي حتى معلوماتي واعتقد ممكن الاستاذ عصام يضيف الى هذا الامر وينفيه ان الحرس القديم برضه بيستعد للعوده بدرجه كبيره جدا يعني طبعا بنسمع عن وجوه جديده ستكون مفاجاه موجوده لما يفتح باب الانتخابات لكن الحرس القديم غير ليس بعيدا عن المشهد وحتى مساء امس كان هناك الحرس القديم مجتمعا ويخطط وينسق ويجهز للعوده بمنتهى القوه تقريبا يمكن مجلس الاداره اللي كان في اللي اقيل في 2019 بعد الفشل في كاس الامم الافريقيه تقريبا مجموعه مع بعضها موجودين بنسبه كبيره جدا بيخططوا للعوده وخلي بالك يا استاذ محمد ايا كان من اللي هيجي اعتقد بقى في ملفات واضحه وفي امور صريحه وواضحه للعيان ان لازم اللي هيجي لازم يطبق ده ولما ما طبقش ده اعتقد هتبقى علامه استفهام كبيره جدا واستاذ عصام يمكن اتكلمنا في النقطه دي قبل كده ايا كان مين اللي هيجي مهمات لو واضحه ما يهمناش ملفات واضحه بالظبط بس انا يعني معذره اختلف مع حضرتك في هذه النقطه يعني اصل احنا اتحاد الكوره او الجبلية لا تدار بشكل مؤسسي بشكل عام
وبالتالي ليس هناك ملفات في اتحاد الكره من ياتي يشتغل عليها او يعمل عليها. لا ازاي يا استاذ محمد؟ ما فيش ملفات. لا يا كابتن، كل واحد بيجي بيشتغل بفكره. لا يعني احنا بنتمناه الكره يعني. احنا دمنا يعني مثلا لو اتكلمنا عن منظومه زي منظومه النادي الاهلي، منظومه النادي فيها ملفات وفيها اتجاهات وفيها فروع وفيها حاجات، فاي حد بيجي بيصير في اطار اللي يدور وبيدور ويمشي. يعني الناس اللي هتترشح دي هتقول قبل ما تقول البرامج العموميه هتقول لك احنا يفترض يعني احنا هنعمل 1 2 3 4. يعني عندنا تصريح يعني. انت اهم حاجه لو حد يعني هيعمل لك حاجه زي كده، اهم حاجه هي تطوير كره القدم في مصر. هذا الملف ده حد ما ده اهم حاجه، اهم مسؤوليه. ده احنا ما عندناش غيره، ده لازم ده المهم. الملف الرئيسي، هل رايت حد بيشتغل في الملف ده بشكل اساسي واللي بيجي بعديه بيكمل واللي بيجي بعديه بيكمل واللي بيجي بعديه بيكمل؟ هذا غير موجود. ما حصلش. لكن يعني اكيد اللي هيجي ما لم يطرأ علينا فكره في هذا الملف اولا ثم باقي الملفات، يبقى فعلا كلنا لازم نقول بقى ان كده كبيره. يعني انت لو ما عرضتش انتهت الفرص يعني الكوره في مصر، وما عرضتش لجنه الانديه المحترفه، لو ما عرضتش ان المسابقات تنتظم بشكل كبير، ما اعتقد ان اللائحه على مستوى عالي ومميز اداره التحكيم، اعتقد ان اللائحه اللي المفروض تظهر دي هيبان فيها كده، مش هيبان فيها بس شروط الانتخاب ان معاك بطاقه وباسبور ومش عارف ايه وايه. اكيد اللائحه دي هيبان فيها انه الانديه ستشكل ما يسمى بروابط محترفه، وان التحكيم سيصبح نسخه كامله من الفار، وسناتي بخبراء. اعتقد اللائحه لازم يبقى فيها كده. ما اللائحه حتى الان ما حدش يعرفها الا بعد الناس في الجمعيه، بعض الناس في الجمعيه ال 96، بعض الناس. وبكررها لحضرتك تاني، المفروض دي بتتبعت لل 96 نادي، المفروض تتبعت للاعلام كمان، حتى للاعلام عشان نبدا نناقش كل مؤسسه صحفيه مظروف كده. يعني حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه يعني جدا. اذا كان الميل لسه يعني بالنسبه لهم بيضايق حد، فالمظروف الاصفر بتاع زمان ده اخر حلاوه، مكتوب عليه 5 شارع الجبلايه. ممكن تتحط على موقع اتحاد الكوره مثلا، تتفرج على الناس كلها تشوفها يعني، ويسحبوها حتى بسرعه، بس مش زي ما سحبوا يعني اي حاجه. بس يعني قصدي اقول لك يا استاذ محمد، يعني نصف معلومه. انا عندي خبر في القاهره 24، مهندس انا بريده يعني زارنا الراجل لنبحث معه القصه. يعني هو قال انه هو فاتح ذراعيه للتعاون، يفكر بجديه تصل يعني، لانه يعني نازل الانتخابات. مهندس هاني نازل؟ ما انا بقول لحضرتك تصريح بنسبه كبيره، لكنه لن يعيد انتاج تجربه قديمه يعني على مسؤوليته. ده تصريح الناس هتشوفه في القاهره 24. وده بيدي انطباع شويه ان اي مسؤول ايا كان، باشمهندس انا بريده يعني قامه كبيره، او اي حد يعني. طبعاً اللي عجبني في الجزء ده فكره ايه، انا حابب اشوف ملفات اللي عاوزين يعني ما يسمى يبقوا معاه او في قائمته، حابب اشوف ملفاتهم هم ايه، هم عايزين يبقوا معايا في انهي ملف. والله المهندس كان موجود، والملفات دي كانت مطروحه، والفكره دي كانت مطروحه. هو اتحدث يعني بقى عن النسخه، يعني النسخه يعني التي لم نرى يعني موجود فيها يعني. سمعنا كلام كتير وتصريحات كتير جدا. كنت متخيل ان المهندس هاني بعلاقاته الدوليه والقاريه يقدر يعمل تجربه كبيره جدا في كره القدم المصريه، لكن ده ما حصلش. في متغيرات كمان كتيره يعني. والله شوف، هو عنده فرصته الاخيره في طموح الناس معاه، فرصته الاخيره لتغيير منطق ان المهندس هاني بريده حين ياتي لا يقدم يعني مش جهده، طبعا راجل بيحب بلده زي كل المصريين، لكن لا يقدم تجربه زي ما حضرتك قلت اللي هي جايه من اعلى القمم اللي هو بيقعد معاهم. وبالتالي احنا حتى كنا بنهزر معاه نقول له بنشوفك في الصوره مع بيكنباور، ما بتحسش بحرج لو قال لك ايه ابو الهن اللي عندكم ده، يعني فاهم قصدي ايه؟ فهو المره دي الكلام عن فرصه اخيره ليثبت ان هناك الكثير ما كانش قادر ان هو يعمله في وجود ما يسمى يعني بنسميها ايه احنا في الكلام الكبير عقوسي، ديناصورات حوله يعني. وبالتالي يعني انا طبعا بايدك في الكلام، لكن انا بنتظر كمان ان يكون هناك مش جابت معارضه وخلصنا، ان يكون هناك حد يتقدم برضه. وصدقونا يا اخي انه لو حد عنده بقى اللي قاله استاذ محمد داخل لنا بمشروع هنقول له تعالى يلا بينا نحن معك، وعنده اليه التنفيذ يا كابتن، لكنها ليست احلامه خلاص على راي الاستاذ محمد. يعني خلاص ده هيبطلونا نحلم يا راجل.
يعني صحيح. لا يعني القصه كلها كمان اربط ده سريعا يمكن بالحاجات اللي بتحصل في النادي الاهلي والبرنامج الانتخابي اللي الكابتن محمود الخطيب وعد الجمعيه العموميه بيه انه هينفذ في توقيتات معينه من تطويرات، من انشاء مثلا الفرع التجمع الخامس لبعض التطويرات، حتى تطوير قناه النادي الاهلي، بيبقى شيء في شيء كمان من الثقه شويه. ولاحظ من يتحدث عن كل ملف، الموكل ليه الملف. بالظبط بالظبط بالظبط. وكان عندنا هنا طبعا يعني اعضاء مجلس الاداره وكل واحد عنده ملف بيشتغل عليه. فانا طبعا المهندس محمد سراج كان موجود، كان عندنا رانيا علواني، كان عندنا بعض اعضاء مجلس الاداره اللي زي ما حضرتك او انت بنتكلم ان نفسنا ايا كان مين اللي جاي. يعني الباشمهندس هاني بريده خبره كبيره وراجل على المستوى الدولي كبير جدا، لكن كمان الاهم اللي هيجي ماذا سيقدم، ماذا هيقدم والاليه. ما هو الناس بتيجي بتقول احنا هنعمل وهنعمل، لكن الاليه ايه والتنفيذ ايه والميعاد امتى. ما انا ممكن اقول لك هعمل لكن ما بتدينيش ميعاد. انا بضم صوتي لصوت يعني صديقي وزميلي العزيز القوصي ان احنا محتاجين حد يقدم لنا ملف، يطلع بقى اسمه هاني بريده، يطلع اسمه يعني هاني رمزي، يطلع اسمه يعني عصام، يطلع اسمه محمد. عايزين ملف وقدرة التنفيذ يحط لنا المفاتيح يوريها لنا بعيننا. يعني ثم التواريخ. من الملفات المهمة اللي بقينا بنسمع عليها فترات طويلة جدا، يعني من ايام من 2011 تقريبا، اللي ملفت عودة الجماهير للمدرجات. طبعا كله بيلقي بالكرة في ملعب الجهات الامنية وهي بريئة من هذا الامر. طبعا الله ينور عليك. يعني هل حضرتك انت يعني حطيت تصور هل حطيت تصور معين واضح ومحدد ورحت عرضته واتكلمت فيه وجهات الدوله رفضته؟ اعتقد التصور ده ما اتعملش لغايه دلوقتي وما حدش عمل هذا التصور. هل حطيت قانون صارم ورادع يعني يتصدى لكل من تصور له نفسه الخروج عن النظام وعن النسق زي ما موجود في كل الدنيا؟ اعتقد ما كانش فيه جمهور مجرم زي الجمهور الانجليزي طبعا اللي كان عنده اجرام غير عادي. ودلوقتي حد يقدر يعمل حاجه في الملاعب الانجليزيه؟ طب كيف وصلت الكره في انجلترا ان الجمهور قاعد وتحس ان هم مع اللعيبه في الملعب ومحدش يقدر يقوم من على الكرسي بتاعه؟ اعتقد ان احنا نقدر نعمل ده ونقدر نعمل. طب الناس دي قعدت ليه؟ لان في قانون وفي محاسبه. بنسمع كل شيء يقول لك منع هذا المشجع من حضور المباريات لمده 5 سنوات وتوقع عقوبه عليه حبس وتقديمه للمحاكمه. اخر واحد من اسبوعين ثلاثه 400 استرليني ومش عارف كم ماتش ويروح مدرسه في حتتهم يقول كلام عن الفضيله. فين احنا لما نشوف بالظبط؟ فين احنا لما نشوف ماتشات والكراسي بتتكسر والدنيا والامر بيمر مرور الكرام واللي بيتعاقب النادي هو اللي بيدفع دون انك تجيب المجرم الحقيقي اللي هو يعني عمل ده. يعني هي كل الخطوات ان مفيش اصلا، انا ما بروحش للامن واقول له اتفضل مشروع ادي المشروع وحضرتك واطلب منه ان يزور الملعب. بالظبط زي ما قال القوسي، انا ازور الملعب اقول له الكاميرات هنا حضرتك وهنا اقدر اجيب اي حد، الامن بتاع الملعب هيكون موجود وهنا حضراتكم هتمروا وهنا حضرتك بالظبط كده، الكراسي مرقمه ما حدش يقعد غير هنا. ومن البوابه دي وحد عارف من قدمها؟ قدمتها الشركات المصريه الوطنيه تذكرتي برزنتيشن اعلام المصريين في امم افريقيا 2019. طب ليه ما يطبقش دوليه؟ طب ما ده ما يطبقش ليه في الدوري؟ يعني هيقولوا تدخل حكومي. هيقولوا تدخل حكومي. احنا مش تدخل حكومي، مش الدوله ولا اتحاد الكره اللي يعمل ده. اتحاد الكره بقى الملف واضح عندك وعندنا التجربه بتاعت روسيا بالنسبه لتذكرتي. طبعا كل دوت عن طريق خلاص الموضوع، انت عارف اللي بيخش الملعب عارف اسمه وعارف عنوانه وتاريخه وممكن جدا تمنعه لو انت عندك شك ان ده دوت مؤكد. منعته سيرته الذاتيه مش اي حد. بالظبط يعني مش اتحاد الكره اللي يعمل ده، هيجيب شركات متخصصه وتعمل له ده. انا بتكلم عليه اتحاد الكره مش هيروح ياخد الجماهير ويامن لا انا هجيب شركه وانا عايز اعمل 1 2 3 4. في شركات موجوده كتير جدا في السوق زي مثلا موضوع التذاكر الالكترونيه اللي اتحل مع تذكرتي وقصص كمان عمل رهيب فرص عمل. ما ده الاحتراف يا كابتن وده الاستثمار الرياضي يا كابتن اللي كل الناس اللي ما بتسميهوش، لكن ولا حد بيجي. واحنا الملاك الاصليين كجمعيه عموميه اللي هو الشعب المصري بقى جمعيه عموميه للكره المصريه يقدم لنا ده كله. عايزنا نوقع على بياض يا كمان كجماهير هاني. احنا اتعاملنا معاه بمنتهى الرقي، يعني الناس كانت بتوقف طابوره وكل واحد معاه الاي دي بتاعه جدا. والموضوع كمان واخد بروفيشنال وانت داخل خلاص، انت داخل الاستاد معاك الكارت بتاعك وتذكرتك اتفضل. فالامور شايف ان الحل موجود، بس مين يعني مين اللي يشتغل عليه؟ تمام يا كابتن. ده على مستوى الجماهير مثلا، احنا بنطرح افكار بسيطه جدا يعني. تعالى على مستوى اللعيبه اللي موجوده في ارض الملعب، امتى اصل لمرحله
انضباطيه وسلوكيه واخلاقيه موجوده في مرحلتها. حط لائحه قويه. امتى اخلي اي لاعب رغم انفه ينضبط ويلتزم ولا يتجاوز، لكن اوصل لمرحله يبدا ضرب وركل وبسق وسب وقذف من لعيبه جوه ملاعب وحركات بلطجه بتحصل تقرير الحكم. هنشوف تقرير الحكم. شفت تقرير الحكم؟ احنا كنا شايفين العالم كله شايف. احيانا بياخدوا بالفيديو واحيانا لا. يا كابتن هاني ولا واحد حاطط ايدي كارت في اللعيبه، مع ان كل واحد واخد بطاقه بالبتاع اللي عامله زي ما يسلموك الميداليه دي، تمام؟ ولا حد حاطط كمامه، انا اسف يعني، الا بقدرات الانديه، يعني هتلاقي في النادي الاهلي احيانا في انديه اخرى، لكن مفيش فرضيه من حد. وبعدين تلاقي مراقب المباراه والحكم الرابع رايحين يحلوا مشاكل كده، اي اجنبي هنا بيجري على الملعب بو بو بو، لا وهو يعني اجنبي ليس بكلاس ايه، وهو معدودين اللي بيجوا كلاس ايه، وده مش عيب، لكن ما يقدرش يعمل 10% من ده مستحيل. في دوري بلاده احنا عايزين ايه تاني ومستنين ايه تاني؟ بتتكلم كمان على، لو انت اتكلمنا على الجماهير، اتكلمنا على اللاعبين، اتكلم على المسؤولين اللي بتطلع يعني على مستوى المسؤولين. احنا بنفتح عناوين ملفات. بتتكلم مثلا على رايك دي عناوين ملفات محتاجه، يعني كل ملف من ده محتاج مسؤولين. لما اتكلم تصريحات المسؤولين والمدربين وتصريحات اللاعبين وتصريحاتهم على السوشيال ميديا الصفحات بتاعتهم والحاجات دي كلها، كل ده المفروض موجود والناس تتحاسب عليه. يبقى انت عامل منظومه منضبطه بكل مقاييس. احمد حسام ميدو مشي من السعوديه عشان تويتر. طبعا مين ميدو مشي من ده مش تويتر يا كابتن، ده هو تعليقا على واحد بلفظ رد. طبعا رد. من يستطيع ان يتجاوز خلاص في ضبط وربط، محدش يقدر يعمل كده تاني. مزبوط. لكن انا هنا يعني ده العمل الميدو ده بسيط جدا وهامشي اللي بيحصل عندنا. صالح النعيمه وكان من كان في الكره السعوديه وكانت الدوله السعوديه تعده، طبعا هو الابرز وكان اسمه بيكنباور العرب وحاجات كده طبعا، ومكانه كرويه على اعلى مستوى، وكان يعد لكادر ربما وزير وقتها، وقد عصرت هذا مع بدايه وضع قوانين للملاعب السعوديه، وهذه شهاده تاريخيه. صالح النعيمه مدير فريق الهلال موجود في الملعب، ذهب نحو المرمى في لعبه مختلف عليها ضرب الجزاء ولا لا، اعترض على الحكم فقط بانه ركل القايم برجله الشمال، عزل من مناصبه حتى اليوم لانه كان في الشهر الاول لوضع الضوابط. ويعني تاريخيا اللي بيسمعنا شباب اسالوا من كان صالح النعيمه في الكره السعوديه ولا عربيه. وبالتالي يا كابتن اذا وضعت قانون يمشي على الجميع الكل هيحترم. ما اروع. ها ان شاء الله هيحصل، لان انا عندي معلومات بقى، مش بقى مجرد ثقه في بلدي، ان الدوله شايفه بيزنس عنوانه الرئيسي انه صناعه امن قومي وصناعه باجه ويخلق عشرات الالاف من فرص العمل، مش هقول مئات. هي بتدور بقى اللي قاله الاستاذ محمد، من الذي يدير هذا الملف باحترافيه شديده فيفتح الكادر كاملا يا كابتن من اجل صناعه كبيرة قوي مبهجة قوي تغير مزاج العام لشعوب العالم وتضع من خلالها كل الضوابط. لكن هنقعد نحط عناوين رئيسية ونبحث عن المنفذ، المنفذ هم قوم محترفون يا كابتن هاني، يختارهم قوم على برد. والموضوع مش محتاج يعني اكتر من كده. لا الموضوع يعني لو جينا الموضوع مش صعب، ويمكن ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم فيه بشكل مفصل كمان. انا عاجبني ان احنا بنواصل نفس الملفات الحقيقه، يعني مش صعب يا كابتن هاني، ونتكلم والناس تعرف. يعني هو مش صعب وفي نفس الوقت مهم جدا. لكن وده وقته. ما بقول لك خد المثال بقى، خد مثال مباراه الاهلي والزمالك. هل يوجد حديث في مصر بين اي اثنين وفي اي مكان الا عن ماتش الاهلي والزمالك؟ ده يعني بيرصد لك مدى أهمية كرة القدم اللي احنا المفروض نهتم بيها. يعني الناس يعني بتتحدث عن المباراة بشكل خيالي. أنا أتمنى المباراة إن شاء الله تمر بخير. إن شاء الله. إن شاء الله المباراة يبقى فيها ضوابط، ليس من أنا أتصور هذا، المباراة ما يكونش فيها ضوابط ليس من الاتحاد الأفريقي فقط، بل من الاتحاد المصري لكرة القدم، لأن في النهاية دي صورة مصر اللي هتظهر بره. ده حقيقي. أي خروج، أي تجاوز من أي لاعب، من أي مسؤول، من أي حد موجود في المشهد اللي هيتنقل للعالم، لابد ان يكون في مواجهه رادعه قويه، وتكون المواجهه دي استباقيه معروفه ان اللي هيعمل كذا بعيدا حتى عن العقوبات. الاتحاد الافريقي اعتقد ان ليها تصور معايا ممكن يحصل حفاظا على شكل مصر وصوره مصر، لاني انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان اللي هيقف على المنصه
جمهورية مصر العربية الدولة المصرية في كل الأحوال. مكسب أكيد لمصر أولا وأخيرا يعني مباراة تاريخية. كابتن لا تتكرر كثيرا أن يكون بلدين في نهائي قارة والملعب بلدهم يعني كمان فرقتين مش بلدين فرقتين من بلد واحدة في استاد آخر. صحيح. لا المكان ملعب بيت المباراة. عشان كده الأستاذ أوسي اللي هو حق أنه يقول بقى أن المنصة في هذا اليوم ملونة بعالم مصر. قد تفرح في شوارع حمراء قد تفرح شوارع بيضاء لكن العنوان الرئيسي ده اللي يتقال في مصر أولا. وهنفضل نقول كده لغاية إن شاء الله لغاية المباراة إن شاء الله تخرج على خير في صورة تليق باسم مصر أولا باسم كيان كبير زي النادي الأهلي ونادي الزمالك. نادي الزمالك إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا أستاذ محمد. بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله على لقاءات قريبة بإذن الله. دي طبعا كانت نهاية فقرتنا الأولى. فاصل وبعد الفاصل الكابتن جمال مساعد. برحب بحضراتكم. البيت الكبير لسه مستمر وفقرتنا الحوارية دي مع واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار في فترة التسعينات وكانت له الحقيقة بصمات مضيئة أو بصمات واضحة مع الفريق الكروي وأيضا في البطولات اللي نجح الأهلي في التتويج بها خلال الفترة دي تحديدا. منورنا الكابتن جمال مساعد اللي برحب بيه واكيد طبعا هنتكلم معاه في الملفات عديده جدا خاصه بفريق الاهلي وخاصه بمباراه ابو قير للاسمده. ازاي يتم الاستفاده منها في المباراه المهمه يوم الجمعه المرتقبه امام الزمالك. برحب بيك مره ثانيه استاذ جمال ومنور البيت الكبير. انا متشكر جدا وانا سعيد اكون مع هاني اللي بقالي فتره حبيبي يا جمال حبيبي ما قابلتوش وسعيد ان اكون معاكم حبيبي. منورنا في البيت الكبير يا جمال وفترات كبيره يمكن سهام في الانترو قالت مختفي شويه اعلاميا فعايزين نرجع ذكريات 90 وعايزين نتكلم على ذكرياتك وكمان الفترة اللي قضيتها في النادي الأهلي والبطولات اللي كسبتها ونقارنها إن شاء الله بإذن الله باستعدادنا للمباراة النهائية. بس قبل كل ده يعني طمنا عليك فينك دلوقتي يعني على المجال الإداري ولا على المجال التدريبي ولا بعدت عن الكرة خالص عايزين نعرف أخبارك يعني. لا أنا 2000 أنت عارف أنا بطلت سنة 99 2000 قعدت لحد 2006 2007 ما بعيد عن الكرة مختفي. 2007 مرنت في الأكاديمية بتاعت النادي الأهلي تمام موسم واحد بعد كده مسكت فريق أبشواي ممتاز به كويس قعدت معهم بتحوالي 4 مواسم متتالية بعد كده رجعت مسكت فرقة النادي الأهلي 98 لأحمد ياسر الريان وأحمد حمدي هنتكلم عليهم المجموعة ديت وبعد كده رجعت مسكت تاني أبشواي ورحت مسكت فريق ابو كبير ممتاز بيه وبعد كده مسكت اتسا برضه ممتاز بيه رجعت تاني أبشواي اخر حاجه اللي هو الموسم اللي احنا فيه ده بالتوفيق طبعا وشكلك ان شاء الله يعني المجال التدريبي مشيت بيه بشكل كويس يعني خطوات كده من اكاديميه النادي الاهلي للممتاز بيه للرجوع مع جيل هنتكلم عليه لان اللعيبه يعني مميزه جدا الفتره اللي ظهرت فيها يعني بس طبعا مقل طبعا في ظهور الاعلامي يعني بدرجه كبيره كابتن جمال ولكن احنا النهارده يعني عندنا ملفات كتيره جدا ممكن نتكلم فيها مع حضرتك مهم الماتش بتاع امبارح يمكن في عدد من المكاسب او عدد من الحاجات اللي ظهرت في مباراة امبارح الأهلي ضد الأسمدة أبو قير أو أسمدة أبو قير أكلمني عن أهم المكاسب دي من وجهة نظر أو من خلال عيون كابتن جمال. هو مستر موسوميني من المدربين الكويسين جدا يعني انا من شكله في الملعب الفتره اللي هي الشهر اللي فات او الشهرين اللي فاتوا المدرب بيلعب على الـ على الـ على الـ الـ النهارده في ايه في المباراه دي فيها ايه محتاجه المباراه يعني محتاجه ايه يعني بالظبط عكس مدربين كتير ممكن بيبقى النهارده انا الماتش ده زي اللي قبليه زي اللي بعديه مواقف الملعب الحاجات اللي بتحصل في الماتشات ما بيشتغلهاش لانه هو شغال كده بسيستم معين وما بتتغيرش لكن الراجل دوت لا هو بي يعني بيلعب على النهارده انا محتاج ايه النهارده في مثلا في ماتش كان اخر اللي قبل دوت كان لما كان اطرد لعيب فكان بيكلم اللعيبه على الموقف الماتش ده بالذات اني العب باص كتير مباراه بيراميدز وكابتن هاني وكابتن هاني يعرف لان بتاع كوره يعرف ان انا ممكن النهارده ممكن واحد يطرد منه
لعيب وما يستفادش من الـ من الـ من الـ من الطرد ده، يأدي المباراه هي بشكل واحد ما فيهاش تغيير. لكن الراجل دوت معنى ان انا بكلم اللعيبه ان في واحد مطرود ناقص عددي، ان لازم اوصل الكره للرجل عشان ابدا اشوف النقص العددي للعيب اللي موجود في الفرقه في خصمي، فهنا اقدر استحوذ كتير. ده طبعا حاجه كويسه، احنا كلاعيب الكوره او مدربين بنعرف المدرب النهارده هو محتاج ايه والفرقه عاوزه ايه واشتغلها ازاي. قصدك تقول ان موسيماني ماشي مباراه بمباراه، يعني ماشي مباراه مباراه، ان انا ماشي مباراه مباراه، ما في مدربين بيبقى قاعد النهارده انا بلعب النهارده طرد واحد زي ما طردش هو الشكل هو التاريخ، مش بسيستم محفوظ، مش بسيستم محفوظ بلعب. لكن انا ممكن النهارده ممكن مثلا عندي نقص في المكان ده اقدر استفاد بيه، بشتغل في المكان دوت. بس طبعا بيبقى لازم انا معود اللعيبه على الاستحواذ في الملعب، ان انا مش مجرد ان اقول باص وخلاص. صح. لازم اكون انا شغالها قبل كده ان انا بستحوذ ليه. فانا كمدرب ببقى قاعد بتفرج على المباراه او متابع المباراه، مش مجرد ان انا بلعب النهارده زي الماتش اللي بعديه زي اللي بعديه. هو طبعا بيشتغل كل مباراه بالتكتيك اللي محتاجاه المباراه نفسه. ويمكن مباراه امبارح خلينا نشيد الاول طبعا ابو قير الاسمده لانها عمل مباراه اكتر من رائعه، يعني امام النادي الاهلي امام خصم كبير لكن ظهر بشكل اكتر من رائع. ومعانا دلوقتي طبعا اكيد على التليفون المدير الفني ل طبعا فريق ابو قير الاسمده الكابتن الكبير احمد الكاس. مساء الخير يا كاس. منور الدنيا حبيبي منورنا في البيت الكبير. وعايز اقول لك يعني كان مبروك، بس مبروك على الاداء، مبروك على الشكل الرائع اللي ظهرت بيه امام النادي الاهلي. واحمد الكاس طبعا خبرات كبيره جدا كلاعب يعني من طراز فريد، وكمان على مستوى طبعا التدريب يعني حدث ولا حرج، وده ظهر امبارح امام النادي الاهلي. منورنا يا كاس. كابتن هاني اولا طبعا برحب بيك، ومش عارف كابتن جمال مساعد معاك تقريبا. كابتن جمال مساعد معانا. طبعا برحب بيك، وطبعا انا سعيد جدا موجود معاك يا كابتن هاني وبرضك في قناه النادي الاهلي، عشان حتى نقول للناس ان الامور كلها جميله سواء هنا او هنا وهنا، وانت عارف قد ايه العلاقه كانت بيننا وبعضينا. اولا طبعا بقول للنادي الاهلي مبروك طبعا على الفوز. اولا كون ان فريق ابو الاسم ده يعني يلاقي فرقه زي فريق النادي الاهلي، فريق كبير، فريق بطل الدوري وبطل افريقيا وبطل العرب، فريق كبير جدا واسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا، سواء في كاداره او جمهور او الكلام ده كله معروف لدى الناس كلها. كون ان انت تلعب قصاد النادي الاهلي فده شرف لابو الاسم ده. الحمد لله رب العالمين، كان هدفنا ان احنا نعمل اداء مشرف. اذا كانت النتيجه هتبقى كويسه كان الحمد لله، لكن حتى لو كده فانت بتقول الحمد لله، لان احنا ادينا مباراه مش مع فريق سهل، فريق محترم. صحيح. فريق كبير واسم كبير، وكون انك انت تلعب مع النادي الاهلي زي ما قلت لك كان شيء صعب قوي، عشان تحافظ كمان اللعيبه انك انت تلعب ازاي وتظهر بمظهر مشرف وتخرج بالنتيجه دي، اعتقد شيء يعني اسعدنا يعني. لا وانا بأيدك لاني ظهرت بشكل اكتر من رائع كاس بصراحه، وفي اوقات يمكن كان يعني حتى احراز الهدف وكنتوا قريبين لاحراز التعادل، لكن دايما مباراه الكاس بتبقى فيها مفاجآت. لكن خلينا اتكلم على يعني جزء خاص بقى بمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وانت من اللعيبه الكبار جدا على مستوى الدولي، لعبت منتخب مصر وكاس العالم، لعيبه ممتازه، ولعبت في نادي الزمالك. عايزين ناخد رؤيتك ان شاء الله مش لمباراه الاهلي والزمالك من الناحيه الفنيه، لكن نبذ التعصب ازاي نوصل لمباراه الاهلي والزمالك يوم 27 عشان مصر هي تكون الكسبانه، ان تظهر مصر بصوره رائعه، وكمان مباراه تليق باسم كيان كبير زي النادي الاهلي وكيان كبير زي نادي الزمالك. بص يا كابتن هاني، وانت عارف كويس قوي قد ايه العلاقه اللي كانت بيننا وبعضنا سواء في المنتخب. صحيح. حتى على الصعيد المحلي ان احنا في الانديه والكلام ده كله، احنا كلاعيبه مع بعضنا صحاب واخوات بره الملعب وجوه الملعب. انما جوه الملعب ممكن كل واحد بيدافع عن فرقته وعن اسمه، بنقول بندافع في منافسه، وليست معركه. انا دايما بقول الكلمه ديت وقلتها اكتر من مره، ان احنا في منافسه ما بين الاهلي والزمالك وليست معركه بين الاهلي والزمالك. صحيح. وده يعني اللفظ ده مهم قوي،
لان معظم الناس بتدخل المباراه ان هي معركه زي ده، احنا مصريين وفي نفس الوقت احنا اخوات واصحاب وبنتقابل مع بره ونخرج مع بعض بره، دي علاقه طيبه ومستمره حتى وقتنا هذا. وجودي النهارده في قناه نادي الاهلي ده اكبر دليل ان احنا لازم نشيل حته تفكير مش لا التعصب بين الاهلي والزمالك، لا التعصب في اي شيء، مش مع الاهلي، مع الزمالك، مع الاسماعيلي، مع المحله، مع اي فرقه، مش عشان ماتش الاهلي والزمالك، لا كان احنا بنقول اللي في الاول والاخر مباراه ما بين المنافسه ما بين الاهلي والزمالك على حصاد الدوري. نادي الاهلي والزمالك احد قطبي الكره المصريه، ونقوله مثلا ايه من الفرق الكبيره على افريقيا وعلى المستوى العربي على الشرق الاوسط. لازم في مباراه لازم تليق باسم النادي الاهلي والنادي الزمالك، موضوع مش سهل، موضوع كبير جدا، حتى نموذج مشرف للناس كلها. انما احنا مش عايزين نسقط بقى في حته بقى ايه، انا نفسي نادي الزمالك ياخد البطوله، كابتن هاني نفسه نادي الاهلي ياخد البطوله، ده شيء جميل ورائع، الانتماء وانك انت تبقى منتمي للاهلي او الزمالك ده شيء جميل جدا ورائع، بس ما نخش بره المشروع. حلم مشروع لكلا الطرفين يا كابتن احمد. كابتن احمد انا عايز اتكلم عن شكل ابو قير اللي اتغير تحت قيادتك، وبتستعد للموسم اللي جاي خلاص واحنا يعني على ابواب الموسم الجديد، يعني كلها كم يوم ينطلق. احمد كابتن احمد الكاس بيستعد للموسم الجديد ازاي؟ والله يمكن الاستعداد كان قوي او شويه او شارد يعني افضل استعداد السادس في مجموعتك يعني، وده انجاز في حد ذاته. يعني مش انجاز ده، حتى يعني كنت قاعده مع رئيس مجلس النادي العضو المنتدب. انا جيت عند يعني السؤال ده والصوت قطع ما شاء الله، يعني لو حضرتك بقى تقف في حته فيها سيجنال يبقى كويس. والله كده لا ده يقطع واكتر اكتر بزياده، مش عارف. طب انا طب اتفضل كده اتكلم كده، سامعني ولا اتفضل يا كابتن اتفضل يا احمد. فانا بقول لحضرتك ان البدايه كانت صعبه قوي، والفرق يعني مع النادي الاهلي ودي كانت بدايه صعبه قوي. وبعدين احنا يمكن اجتمع بينا رئيس مجلس اداره النادي ورئيس الشركه والعضو المنتدب الباشمهندس سعد المعاطي مع مجلس اداره النادي، وقال لنا احنا عايزين نظهر في مظهر مشرف قدام النادي الاهلي ونلعب مباراه كويسه بغض النظر عن النتيجه، مين يكسب مين يخسر، احنا بنلعب قصاد قيمه كبيره جدا في مصر وعربي، وعايزين نظهر في مظهر مشرف. والحمد لله كنا احنا عملنا مباراه كويسه وبدانا في فده بدايه اعداد شويه. يمكن احنا 4 ايام على المباراه في الدوري يعني، ربنا يكرم ان شاء الله وتكون بدايه وتكون هي من المباراه اللي عملناها بشكل مشرف قصاد النادي الاهلي. وخاصة يا كاسو ان على المستوى المكسب المعنوي كمان بالنسبة للعيبة، يعني انت تقدر تقول للعيبة انه قادرين تظهروا بشكل اكتر من رائع، واللي عملتوه يمكن المباراة الجيدة جدا اللي عملتوها قدام النادي الاهلي تكون دافع كمان للولاد ان انتوا تحققوا ان شاء الله السنة اللي جاية الصعود للدوري الممتاز، لان السنة اللي فاتت بصراحة برضو يعني الفرقة ما كانتش بعيدة، يعني لغاية الاسابيع الاخيرة كنتوا قريبين للصعود للدوري الممتاز، فدي كمان خطوة انك بتحفز الولاد ان كلها قادرين تعملوا كرة حلوة، قادرين تقدموا كرة حلوة، وبالتالي النتائج تتحسن ان شاء الله السنة اللي جاية وتبقوا موجودين في الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله. هو طبعا البطولة خلت بقيت حاسس اللعيبة انك انت في مصدر الاعلام من هنا تحسن، ويمكن قلت لهم ده كان قبل كده كان طموح او حلم، دلوقتي بقى المفروض انك انت بقى هدف بالنسبه لك انك انت تسعى انك انت تطلع في الدوري الممتاز، تبقى موجود بين انديه الدوري الممتاز. الدوري الممتاز امر سهل جدا، الدوري الممتاز صعب قوي انك انت بتلعب المركز واحد. اكيد المباريات تحت صعبه جدا، وكابتن جمال كمان معانا اكيد بيأيدنا ان المباريات الممتاز بيه بتبقى اصعب كتير جدا جدا من الممتاز. وبعدين صعب قوي نادي التحديديات، لان مش حاجة ان انا اقف عندها، انما ممكن تبقى بالتالي بالنسبه لي ان شاء الله. احنا بنتمنى لك التوفيق يا كابتن احمد كاسو، انت مشرفنا كلاعب ومشرفنا ان شاء الله باذن الله كارير تدريبي على اعلى مستوى، وان شاء الله باذن الله يعني تحقق حلم لعيبتك وحلمك انت ان شاء الله السنه الجايه تكون موجود في الممتاز، ونكسب مدرب واعد زي الكابتن احمد الكاس. ان شاء الله.
شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا جزيلا. طب بمناسبة كابتن أحمد الكاس، إيه تقييمك لبطولة كاس مصر لحد دلوقتي والفرق الأربعة اللي تأهلت خلاص للدور قبل النهائي كابتن جميل؟ هو طبعا الماتش بتاع الأهلي اللي امبارح كان مستمر بيلعب على حتة إن ما كانش بيبص للماتش ده قوي قد ما هو كان بيبص لنهاية بطولة أفريقيا ليوم الجمعة. كان في ناس كتيرة مريحة. بالنسبة للممتاز بيه، الفرق اللي هي بتبقى الدرجة التانية ديت بتبقى ماتشات صعبة جدا، لأن كل اللعيبة اللي بتبقى موجودة في الدرجة التانية والتالتة لما بتلعب قدام فرق كبيرة بيناموا بدري وبيعملوا كل ما تتخيلي إن هو عشان يثبت وجوده، عشان يتسوق حد يشوفه. فبتبقى ماتشات صعبة اللي هي بتاعت الدرجه الثانيه دي، بتبقى ماتشات صعبه جدا. طبعا انت عارف ان خلاص النادي الاهلي اتاهل قبل النهائي على لاعب الاتحاد السكندري، والمباراه الاخرى اعتقد النادي الزمالك امام طلائع الجيش. ماتشين قبل النهائي دول، الاهلي مع الاتحاد والزمالك مع طلائع الجيش، وانت عارف ان يعني بطوله والنادي الاهلي دايما بيسعى للبطولات. شايف يعني شايف مباراه الاتحاد ديت، يمكن نتكلم قبل اوانها شويه لكن كمان بنتكلم على بطوله، شايف مباراه النادي الاتحاد هتبقى عامله ازاي؟ لا هي على طول مباراه الاتحاد والنادي الاهلي بتبقى مباراه قويه صعبه. صحيح. انا رحت الاتحاد، انت عارف ان لعبت في الاتحاد بتاع حوالي ست مواسم او ست مواسم، فبتبقى ماتشات رخمه جماهيريه وماتشات ليها اهتمام، وخصوصا ان ده دول الاربعه، لكن بيبقى في الاخر النادي الاهلي بيتفوق على الاتحاد. يعني لما تيجي ترجع 20 سنه ورا بتلاقي ان النادي الاهلي بيكسب الاتحاد على طول، يعني استثنى مثلا ماتش او ماتشين تاريخيا طبعا في صالح النادي الاهلي. لكن انت عارف ماتشات كاس يا كابتن، لكن كاس بتختلف شويه الاجواء والنتائج. احنا ساعات بنشوف بعض الفرق الدرجه الثانيه ممكن جدا في الدوري، مثلا في كاس انجلترا ممكن فريق من الشامبيونشيب ياخد الكاس. بس ان الاتحاد السكندري زي ما بقول لك، انا لعبت طبعا فتره طويله هناك، فريق كبير ومحترم، لكن يعني. هو هي فرقه كويسه، بس لو النادي الاهلي بيلعب فرقه درجه ثانيه بتبقى صعبه مركز. جدا يعني لو هو بيلعبه في النهايه او قبل النهايه بتبقى صعبه جدا. يعني تعتقد مباراه ابو قير هتبقى اصعب من مباراه الاتحاد؟ اسهل الاهلي والاتحاد بيبقى اسهل مباراة دي. متفق معاك. صح. لان هقول لك على حاجه، الفرق بتاعت الدرجه الثانيه والثالثه حتى بيبقى في لعب، بعد احترام لاحمد الكاس، بيبقى في برضه عشوائيات، بتبص تلاقي ناس بتجري في اي حاجه في الملعب، بيدافعوا كتير وخلاص، ينزل لحد ال 18 ويقف. لكن فرقه زي النادي الاتحاد بتسهل على فرقه النادي الاهلي ازاي تلعب، يعني بتبص بيبقى عاوز يهاجم، هو عاوز كمان يكسب، بيلعبوا كوره يعني بشكل، ما انت عارف الكلام ده، مش هيفضل مدافع 90 دقيقه. هو ما هو لو دفع 90 دقيقة وجه في الجول هيضطر يغير من طريقة لعبه عشان يبدأ يهاجم، عشان يبدأ يعوض، لكن بتبقى أسهل من الدرجة التانية والممتاز بيها. أكيد. أنت كنت جوكر في نص الملعب، وكنت لعيب مميز جدا في يعني نص الملعب الدفاعي والهجومي. عايزة تقييم حضرتك، طبعا بخلاف الأطراف، بس أنا عايزة تقييم حضرتك دلوقتي لثلاثي وسط الملعب، نتكلم على ديانج، على حمدي فتحي، وعلى السولية. قيمتهم إزاي؟ هم الثلاثة ما شاء الله يعني لعيبة فكرها عالي، بيقفوا كويس في الملعب، بيتحركوا كويس بدنيا عاليين. كل واحد مطلوب منه حاجة، وكل واحد ليه مميزات في حاجة، واحد بيدافع كويس وواحد بيهاجم كويس، بيدافع ويهاجم، يعني حسب هنا دور المدرب عاوز من الاثنين اللي موجودين اللي هيبقوا موجودين في الملعب. هو ما دام مطلوب ممكن واحد يستنى واحد تاني يزيد على حسب المدرب، هو عاوز يشغل الناس دي ازاي. من اكثرهم لفت نظر كابتن جمال؟ الثلاثه كويسين. الثلاثه كويسين، الثلاثه ما شاء الله ما شاء الله، احسن خط نص في مصر. اكيد. اكيد. انا اتفق معاك تماما، لان الثلاثه ليهم الثلاث مميزات اللي انت تختارهم. يعني عمرو السوليه بيقوم دور دفاعي وهجومي، عندك ديانج نفس الكلام، حمدي فتحي نفس الكلام. ديانج ده كمان يعني ده احسن افريقي يعني في السنين اللي فاتت دي كلها، يعني صحيح. لما تلاقي فيندر بالشكل دوت، بيعرف يقف وبيعرف يلعب وبيعرف يهاجم وبيعرف يدافع وبيعرف وبدنيا كويس، لا قليله شويه. صحيح. لما تلاقي في لعيب بالشكل ده كده. مظبوط. انا اتفق معاك. مركز 10 مجدي قفشه، يعني هو ما فيش الا هو اللي بيلعب في المكان دوت حاليا في النادي الاهلي. يعني كان ممكن يلعب في المكان ده
بس ما يعني مش عارف ما بصلوش ليه. كان احمد حمدي. كان احمد حمدي ده كان لا انا هنيجي لاحمد حمدي لان انت من الناس اللي دربتها. احمد حمدي لعيب كان مميز جدا، طلع عرى للجونه ادى بشكل كويس، واعتقد دلوقتي تم بيعه بشكل نهائي. لكن كلمنا على الفتره اللي انت دربت فيها، اللي انت الاسماء احمد ياسر ريان ماشي بشكل رائع، احمد حمدي كان مين كمان معاك في الفرقه؟ فوزي الحناوي. وفوزي الحناوي كان معايا حتى وانا اخذته اعاره لنادي الاتحاد، لعيب كان مميز. رايك ايه في الاعارات للنادي الاهلي اللي بيقوم بيها يمكن السنين اللي فاتت، وبعض الناس كانت بتنتقد النادي الاهلي لكن المكاسب كلها عادت تاني للنادي الاهلي؟ بتتكلم على احمد ياسر ريان، بتتكلم على اكرم توفيق، بتتكلم على ناصر ماهر، بتتكلم على صلاح محسن، دول الولاد اللي تقريبا رجعوا من الاعاره بجانب طبعا محمد شريف. يعني هو في 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 ناس بتبقى انا مش محتاجها النهارده او مش محتاجها في الموسم ده ممكن اطلعه، لكن في لعيبه ما كانش ينفع تطلع. يعني مثلا ناصر ما كانش يخرج، لان ناصر برده بيجيد حته الديفندر المهاجم وبحته اللي هي في الاطراف بيعملها كويس، وممكن يلعب مكان قفشه، ده برده كان المفروض ان هو كان يبقى موجود في المكان. بس هو خرج برده كابتن جمال، خرج واتطور، لان برده كان يعني هو كان بيلعب مركزه شويه طرف شمال، وعشرة كانت مشغوله شويه بعض اللعيبه، فاتطور في سموحه لما راح. لا طور نفسه وطور اداؤه عشان كده رجع تاني. بتكلم هي الفتره الانتقاليه ديت هي بتطور اللاعب بشكل افضل يعني. اكيد طبعا هو لما يبقى موجود في النادي الاهلي ويبقى قاعد، لا لما يروح ويلعب مثلا 30 مباراه في الموسم ولا 20 مباراه ولا، تبقى طبعا احسن ما هو يبقى موجود قاعد. ما هو هنا كابتن هاني على حسب انا المدرب انا محتاجه دلوقتي ولا مش محتاجه. ما ممكن مثلا انا ابقى محتاجك وما لعبكش، وممكن ابقى وانت ما تستاهلش انك تروح وافضل مقعدك معايا ولا واقعدك وما تلعبش. انا دلوقتي كمدرب انا محتاجه يبقى موجود ويلعب ولا مش محتاجه؟ مش محتاجه خلاص بطلعه هو يستفاد ويرجع لي بعد الموسم الاعاره دوت، يرجع لي واقف على رجليه بدنيا واستفاد وخد خبرات ماتشات وانا استفيد منه. طب رامي ربيعه النهارده برضو يمكن من المكاسب، او يعني خلينا من الايجابيات، عوده رامي ربيعه والنهارده ده بيفتح لموسمين يمكن خيارات، خلينا نقول في مركز الدفاع تحديدا. بتشوف عوده رامي ربيعه ازاي، وايه المدى الاستفاده منه ممكن لو شارك باذن الله في المباراه النهائيه؟ يعني هو انا ما بحبش ان حد يكون حد مصاب بقاله فتره طويله ويجي ياخد ماتشات على طول. يعني بياخد وقت في وقفته في الملعب، وخصوصا دي ماتش نهائي. لا بيبقى الموجود احسن، حتى لو هو اعلى، لو رامي اعلى من اللي موجود، لا اللي موجود احسن يلعب. بس عوده رامي كان فتره قعد فتره مصاب، ويمكن المباراه بتاعت امبارح مش هقول لك ترجعه كاساسي في فريق في يعني، بس بيكون انت عارف انت مدرب كبير لما يكون عندك عدد كبير من اللعيبه الجاهزه، حتى انت اكيد مدرب وعارف ان ممكن جدا ادواتك اللي بره هي اللي تخش تعمل الفارق. يعني لما يكون كل عدد عندك بره زياده واللعيبه كلها جاهزه بشكل كويس، لا ده بيديك اضافه انك ممكن وارد جدا تحتاجه من خلال المباراه. يعني كويس جدا. ما هو انا كمدرب بحب يبقى عندي 30 لعيب جاهزين، مش 100 لعيب جاهز. بس هي المشكله، ما انت بص هاني، انا ممكن واحد مصاب جاي من بره، تمام، المباراه وهي بتتلعب ممكن تخلي الراجل ده يزيد قوي وما يبانش ان هو مصاب خالص، وممكن المباراه يبقى فيه ضغط جامد جدا، تاثير في نص الملعب في اي حته في المكان. بص ده هنا بقى انت هنا واقف، وانت عارف الكلام انا بقول ايه، واقف بقى على رجليه ومحتاج حد يشيله، ولا هو واقف يبقى شايل الناس. انهي هي يعني ممكن يعني انت مثلا دلوقتي ممكن لاعب اتنين مصابين ما بيلعبوش بقالهم فتره طويله جدا، زي مانو جوزيه لما كان بيعمل، كان ممكن يجيب لك حد اللي يقول لك ايه ده مشتاق للكوره بقاله كتير ما بيلعبش، وممكن يلعب لي تلت ساعه او نص ساعه يكسبه. ودي بتحصل انك انت بقالك فتره ما بتلعبش وتيجي بتبقى شكلك كويس. عملها مع شريف عبد الفضيل، عملها كتير، وعملها مع صبحي حفيظ تقريبا، مش عارف فين جاب جون تقريبا حاجه كده، كان عملها كتير. لكن انا انزل واحد مصاب؟ لا هو مش مصاب، يعني مش بتكلم على رامي يعني يرجع يلعب. هنا المباراه بقى، المباراه هنا بتساعده ولا انت نزلت كسبت مثلا جبت جول واثنين وثلاثه خلاص مش هيبقى في ضغط عليه، مش هيبقى لكن دي ماتش بتساعده. ده ماتش صعب انه يبدا يعني، مباراه صعبه. طيب هرجع تاني، انت فاكر انت كان رمضان صبحي لما كان لعب بالبطوله بتاعت افريقيا، كنت انا هنا فقالوا لي يلعب، كان ماسك قبل موسيماني فايلر فايلر فب
يرجع يلعب ولا لا؟ قلت لهم ما ينفعش يلعب. لو لعب حاجه من الاثنين والله يا هانك زي ما قلت لك، قلت لهم لا يتعور لا يتعور، لا مش هتاخد منه حاجه. ليه؟ لان الراجل ده طلع كل ما تتخيله في جزء قد ايه؟ في 15 يوم في بطوله كامله طلع كل حاجه. بعد البطوله الاخرى، بعد البطوله ما ينفعش ما ينفعش اجيبه يلعب، لان انت بتلعب على بطوله وهتنزل تلعب لحاجه محليه، بتبقى انت كل الطموح اللي عندك انت موصله للبطوله دي. لما ترجع تاني تبقى حاجه اقل شويه، بخصوص ان انت كنت بتجري كتير وعملت اقصى ما عندك، بيبقى يحصل مشكله. اول ما لعب اتصاب. هو المجهود الكبير اللي عمله، لكن انا عايز اخدك لنقطه تاني، وايه رايك في احمد ياسر ريان؟ احمد ياسر ريان من ضمن الاولاد، كنت شايف دوت كابتن وانت بتمرنه، كان عنده كام سنه ساعتها وقلت ان لا ده ممكن يبقى لعيب كويس؟ لا بصراحه انا بص هقول لك الحاجه، قول. انا كنت مرشح ثلاث لعيبه يلعبوا درجه اولى من فرقتك اللي من فرقة كان فرقه 98 98 يعني كان في كريم نيدفيد، كريم اللي كان معاك هاني، كريم يحيى اوكي، وفوزي حناوي، واحمد ياسر، لا ما كنتش مرشح. لا 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 هقول لك انا على حاجه كده، بس مش عشان مش هكذب على لا لا اتفضل، اصل خلي بالك اصل كمان الرؤيه بتختلف، ممكن اللعيب في وقتها ما يدكش. لا انا اقول لك على حاجه، فوزي الحناوي ده كان بيلعب باك ليفت، وكنا مسافرين قطر نلعب بطوله، وياسر رضوان ما سفروش، انا جيت مسكت الفرقه مدير فني، رحت قال الكابتن عامل ده يلعب درجه اولى، احمد حمدي كان بيلعبوه ديفندر، وانا قلت الكلام ده كله ديفندر. اول ما مسكت خدت الاثنين دول، قلت لهم يا احمد انسى انك انت تلعب ديفندر دي خالص، انت هتلعب يا تحت الفراوده يا ناحيه الشمال يا ناحيه اليمين. فوزي الحناوي هتلعب برضه تحت الفراوده يا ناحيه الشمال يا ناحيه اليمين. فوزي اشول فوزي اشول وقعدت اشتغل على الثلاثه دول، ان هم ايه، ان اجيب احمد حمدي اللي بيلعب ديفندر، ديفندر عايز تحطه 10، احطه 10، وبدات بقى اشتغل معاهم هم الثلاثه. احمد ياسر ما رشحتوش ولا مره. ليه يا كابتن؟ ليه بقى؟ انا كان عندي ثلاثه، كان الاثنين ماشيين كويس قوي، واحد ده فين اوكي فرودين، كان عندك ثلاث فراوده كويسين، ثلاث فراوده هو كان اقلهم، يعني هو كان اقلهم. طب اقول لك على حاجه، طب ما فيش حد في النادي اللي قال رشح له الدرجه الاولى؟ لا يعني النقطه دي خليني بس اتكلم معاك فيها شويه، لان احمد ياسر ريان في الفتره اللي انا كنت ماسك فيها الاتحاد السكندري، طلبت فوزي الحناوي واحمد ياسر، لان كان احمد ياسر ماشي بشكل كويس. اللي انت بتتكلم عليه، انا بتكلم على يمكن انت لما كان هو عنده 15 سنه مش بتكلم، لا انا مش بتكلم دلوقتي 17. لا ما هو ده اللي بتكلم عليه، انت كمان انت في وقتها انت عندك اثنين راس حربه كويسين جدا بيجيبوا جوان، انت كان احمد في الوقت دوت، انت عارف تطور اللاعب الناشئ. لا ده في لحظه، ممكن السنه دي تلاقي حاجه ثانيه خالص. لا انا بكلمك لما كان معاه 98، الكلام ده من حوالي 5 سنين ولا حاجه. لا ما فيش حد، يعني حتى اشرب وزيت وسام قمصان ما فيش حد حتى رشحه، حتى لما كنا بنيجي نطلع لعيب من السن الاكبر زي ما احنا كان بيحصل معانا، ما كانش بيطلع. يعني حتى علي مال لما كان ماسك ما كانش بيطلعه. لكن انا عاوز اقول على حاجه، احمد من اللعيبه اللي هي كان يجي يقول لي انا عاوز اتمرن وعاوز ازود مجتهد وعاوز، لا ده هو عنده اراده، هي دي اللي خلته يطور نفسه يلعب. هو كان كويس، بص هنا كان كويس في ال 18، لكن لما بيخرج بره 18 كمحطه ويمسك ويشتغل ما كانش موجود. لكن هو في ال 18 كان كويس، يعني ايه على فترات، يعني انت مثلا في لعيب انت تحس كده ان هو ايه، هو فيرود ولا مش فيرود ولا مش، ما تحسش ان في حاجه صريحه اللعيب. لكن انا كان عندي اثنين كانوا جامدين، انا كان عندي واحد اسمه احمد الوحش، ده كان العضله بتاعته ما شاء الله. ما هو ده اللي بكلمك عليه، انه النقطه اللي بتتكلم عليها وانت تأيدني فيها اكيد، لان في عندك لعيبه بتبقى عندها طموح وعندها اصرار، وحتى لو كان في وقت من الاوقات قليل فنيا لكن اشتغل على نفسه وعايز يتمرن. واعتقد يمكن السنتين ثلاثه اللي فاتوا على المستوى التطور في الاداء، احمد ياسر حتى لما كان في الجونه كان بيأدي بشكل اكتر من رائع مع المنتخب الاولمبي. زي ما انت بتقول، هو لعيب بوكس يعني جوه ال 18، بيحرز مثلا هدف غالي جدا للمنتخب الاولمبي في النهائيات، كمان مع النادي الاهلي يعني ان شاء الله يبقى اضافه، ومع منتخب الاولمبي امام البرازيل. تمام. هو بص الفتره اللي انا بكلمك عليها غير هو دلوقتي. طبعا يعني هو احمد دلوقتي حجم، انت فاكر هادي خشبه لما
يعني انت بص في لعيبه النهارده انت مش شايفه خالص مش يعني انت مثلا اقول لك على حاجه بتيجي انت مثلا عندك ثلاثه فراوده انت عندك واحد بينزل واحد هداف والثاني لما بينزل بيجيب لك اجوال طب الثالث لما بيجي يلعب مش موجود او فرصته قليله مش موجود فرصته قليله او هو لا او هو مش قد الناس اللي موجودين احسن منه اقوى منه بالظبط لكن هو الفتره دي لا يعني الاثنين اللي انا كنت بلعبهم الاثنين بطلوا مثلا الاثنين بطلوا ما لعبش وهو استمر وهو اللي وده افتكر الاهم يا كابتن جمال انه الاستمراريه هي المهمه في ناشئين وفي موهوبين بس ما عرفوش يستغلوا موهبتهم يعني افتكر انه يعني البقاء للي بيستغل موهبته ديت واللي بيحافظ عليها افتكر لان احنا عندنا يعني امثله كتيره جدا واللي بيقدر يشتغل عليها وافتكر انه اهم حاجه الاصرار يعني لا هو في الموضوع ده هي فعلا زي ما حضرتك بتتكلمي كده ان هو احمد بيشتغل على نفسه كتير قوي بيتمرن انا بقول لحضرتك ان كان بيجي يقول لي انا عاوز اتمرن وازود انا كنت اقول حتى التزويد هيعمل لك ايه يعني ما انت يعني انت حتى لو انت قعدت تتمرن انت التمرين الكتير ده ممكن يخليك تنزل الماتش برده مش شايف قدام هي مش مساله لا هو ان التمرين لكن هو عنده اراده ان هو يبقى موجود وعاوز يلعب وعاوز فعشان كده ربنا كرمه هو وكمل وكمل خلى الاهلي يشوفه تاني هو طبعا هو دلوقتي يعني هو دلوقتي يلعب يشتغل في النادي الاهلي يشتغل في اي حته كويس طب احنا عايزين نرجع معاك بقى لورا شويه ونتكلم عن المباريات المهمه اللي زي اللي احنا ايه مقبلين عليها ان شاء الله بين الاهلي والزمالك لما كنتوا بتقعدوا بقى مع بعض وانتوا عندكم ماتش مهم جدا كابتن جمال ازاي كان بيستعد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي كمان كنتوا بتقعدوا يعني تحفزوا بعض ازاي كلاعيبه كبار يعني قبل الماتش يعني كنا بنركز في الاسبوع اللي هو قبل مش هي بس ساعه المباراه لا احنا كنا يعني اكيد لعيبه النادي الاهلي دلوقتي حاليا احنا كل الفرق بتكمل بعض او كل لعيبه بتكمل بعض انك انت بتقعد تركز انت ما ينفعش ان انا مثلا اجي النهارده افضل سهران طول الاسبوع واجي النهارده اقول مثلا ان انا هريح 24 ساعه وارجع وابدا العب لا هي دي مش في النادي الاهلي هي اكيد دلوقتي اللعيبه دلوقتي كلها مركزه في المباراه اللي جايه بقى اكل كويس نوم كويس تمرين فعلا. كويس معسكر باهتمام اللعيبه كلها طبعا بتصلي كلها يعني في حاجات كتيره كواليس كنتوا ما هو ما احنا هو ده ما هو اللي احنا بنعمل اللي بس بتزيد عن واحد ممكن يسهر شويه واحد ممكن ينام بدري كنت بتسهر انت انا عمره انا عمره اشوف الساعه 10 دلوقتي والله والله انا دايما تنام بدري يعني انا ما كنتش هاجي اصلا يعني قبل كده قالوا لي قلت لهم لا ميعاد نومك ميعاد نومك يعني انا بنام الساعه 9 ونص كده مش شفتش البيت الكبير لا بتفرج ساعات بتفرج بس مش كتير بصراحه تمام لا بتفرج انا عادي والله لا في الاول بس انا مش عاده ان انا اقعد اتفرج عليه لان انا بنام بدري يعني كنت لاعب ملتزم بره الملعب وجوه الملعب كنت عصبي شويه وكنت بتخانق كتير فعشان كده هي دي اللي مأثره معايا في لحد دلوقتي مأثره عليك ما خلاص بقى ما انا دخلت كده في حته قصه ان انا ممكن بقى ايه عصبي يعني بتنافس كتير كده لا يعني خلينا نتكلم في الحاجات برضو الايجابيه وانت عارف انت طبعا عشت الجزئيه ديت قبل المباراه المهمه جدا ايه يعني انت شايف برضو الفروقات انت اكيد في فروقات عن جيل 90 او الكوره سنه 90 ودلوقتي رايك ايه في الموضوع السوشيال ميديا النيجاتيف او السلبيه اللي بدات تخش على خاصه يعني على مجال الرياضه بشكل عام وخاصه كره القدم شفت ازاي ده وبتتابعه ازاي وبتقارنه ازاي ده زمان ما حتى ما كانش ساعتها في تليفونات ولا الامور كانت اهدى ولا دلوقتي الامور اصعب يعني انت بتقيس ده ازاي لا هو السنين اللي فاتت حاجه واللي احنا موجودين فيه حاجه احنا دلوقتي في ناس بتسخن الدنيا وفي ناس بتولع الدنيا زمان احنا كنا ايه كان الجمهور ده والجمهور ده في مشادات وكل حاجه بس حاجات عاديه واللعيبه كانت كلها مع بعضيها كويسه صحيح. انت دلوقتي في لعيبه من نادي الزمالك ومن النادي الاهلي يعني ممكن تبقى في تنشانه لكن انا حاليا انا شايف ان لعيبه نادي الزمالك والنادي الاهلي هتلاقيهم يعني حتى في المنتخب قاعدين مع بعض وكويسين مفيش اي مشاكل مش عارف بس المشكله بقى اللي حواليك لكن احنا بالنسبه لنا احنا لا ما كانش فيه الكلام ده خالص ما كانش فيه خالص الكلام ده وده اللي نتمناه هم بينهم بين بعض اصحاب وزمايل وبيتضربوا مع بعض وكل حاجه لا ما كانش فيه الكلام ده ربنا يستر في الماتش ده ما هو دي عشان كده ربنا يستر لان احنا يعني احنا خصوصا كمان ممكن نتلعب بجمهور كمان يعني ده هتبقى احنا بص احنا افتكرش الى الان يعني الى الان بدون جمهور هو احسن نتلعب بدون جمهور لان هو لو اتلعب بجمهور
الاثنين بعد كده حتى لو الامن خرج مجموعه الجمهور النادي الاهلي ومشاه وبعد كده استنى هتبقى برضه هيتقابلوا في حته ثانيه هتبقى في كابتن مشكله. كابتن جمال حتى لو في عدد من الجمهور هيحضر حتى فهو لو عدد قليل قوي يعني لو 1000 حتى انا حتى بنتكلم احنا دورنا برضه واحنا يعني انت نجم كبير وبتاكد كلامنا ان الاجواء ديت اجواء سلبيه جدا وان التعصب ده حاجه يمكن جديده شويه او انتشارها بدا بشكل اعنف من زمان بشكل كبير. نتمنى ان شاء الله مباراه النادي الاهلي والنادي الزمالك تاني تليق باسم مصر لان مكسب مصر يعني انت مجرد دي مباراه تاريخيه ممكن ما تتعوضش تاني هذه المباراه ان تطلع صورتنا بشكل كويس وتبقى مباراه على المستوى الفني على المستوى التنظيمي بشكل كويس ده اللي نتمناه وتبقى للاهلي برضو ده اللي بنتمناه واكيد طبعا نتمنى النادي الاهلي اللي هيبقى اللي هو هيبقى موجود ايه بعد الماتش اللي هيبقى موجود الحاجه الكويسه برافو عليك يعني صح. مثلا النادي الاهلي كسب خلاص النادي الاهلي كسب النادي الزمالك كسب خلاص هيبان بقى اللي هتتكلم عليه كتير المشاكل اللي هتحصل لو في مشكله هتفضل بقى العالم كله بيتكلم عن المشكله وسبب مين كسب ومين خد البطوله صحيح نتمنى ان شاء الله نتمنى الاهم يعني يطلع الماتش طبعا نتمنى الماتش يطلع كده على خير ان شاء الله ما يبقاش في مشاكل. انت شفت ايام ما كنا بنلعب كان في حد بيموت ولا حد بيتعور من الجمهور ولا الكلام ده؟ الناس كانت يعني مختلفه شويه السوشيال ميديا اختلفت لكن خالص بين الكلام ده ان حد يتعور وجمهور يضرب بعض لكن دلوقتي الناس بتموت. انا ما النقطه دي هنفتحها مع كابتن فتحي نصير في الفقره اللي جايه وممكن نبدا بيها لانه كلام مهم قوي واحنا بنشكرك جدا. شكرا وشرفتنا في بيتك يا حبيبي. هتفرج على البرنامج عشان انا بحبه ربنا يخليك وهو حبيبي هو يعني مع بعض انا وانا من يعني مدرسه الكوره يعني تنام الساعه 1 بعد كده عشان خاطر الكابتن هاني. لا انا اتفرجت والله كذا مره وفي قعده الساعه 2 يوميا والله بتفرج. لا انا بتفرج بقى يعني ايه تاني يوم ايوه هي تاني يوم دايما منورنا تنورنا في شكرا يا كابتن جمال. شكرا كابتن جمال مساعد ضيف البيت الكبير ونور البيت الكبير. بعد الفاصل الكابتن الكبير فتحي نصير. رجعنا مع حضراتكم واخر فقراتنا في البيت الكبير النهارده معانا فقره من العيار الثقيل جدا 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 وعلى المستوى الشخصي بحبه لانه ليه كان بصمه عليا حتى وانا لاعب وهو طبعا التحليل الفني اكتر من رائع وكابتن كبير الكابتن فتحي نصير بتنورنا في البيت الكبير دايما يا كابتن ويعني بنبقى سعداء ان حضرتك تكون موجود معانا لان كمان رؤيتك الفنيه مختلفه شويه عن حتى رؤيه المدربين والنقاد اللي موجودين معانا منورنا في البيت الكبير ويعني ان شاء الله تكون يعني فقره مميزه دايما يعني. لا انا الحقيقه اللي بتشرف بيك ربنا يخليك كابتن انت معلمي يعني. لا استغفر الله وانت من الناس اللي الواحد بيعتز بيهم وبيفتخر ان هو كان له دور في يوم من الايام ده أكيد بجنبك يا كابتن هاني يا نجمه كبير بنورنا وطبعا بنورنا. ما ننساش بقى عروسة الاستوديو الله يخليك يا كابتن. لا ما شاء الله يعني قيمه ولبقه ومتحدثه اشكرك ومتكلمه يا حبيبي تسلم تسلم ده شرف كبير جدا ليا لا دي حقيقه انا عارفه فعلا زي ما كابتن هاني قال في كلام كثير قوي عن مباراه الامس بين الاهلي وابو قير للاسمده في كاس مصر كلام ما اتقالش في الاستوديوهات التحليليه عايزه اسمعه من حضرتك بس الاول عايزه اتكلم عن فكره النواحي التنظيميه في مباراه الاهلي والزمالك يمكن كابتن جمال مساعد كان بيتكلم في كلام مهم قوي عن الجمهور وحضور الجمهور وليه رأي انه الجماهير ما تحضرش يمكن من نص ساعه بس محمد فضل مسؤول طبعا اللجنه الخماسيه او اللي بتدير اتحاد بتدير الكره المصريه طلع واكد انه حضور الجماهير من 5000 ل 10000 متفرج لكن لم يتم الحسم بعد. شايف انه الكاف اتاخر في او يعني اتاخر في حسم الملف ده ولا لا حسم أكيد. حضور الجماهير اكيد يعني الكاف برضو احنا مش عاوزين هو كاتحاد افريقي او اتحاد قاري الفترة الاخيرة قراراته متضاربة وقراراته مش في توقيتها يعني القرار ممكن اي واحد ياخد قرار بس عشان يبقى قرار ناجح لازم يكون له توقيت لو انت بتاخد قرار بعد الحدث ملوش قيمة أو قبل حدث بكتير ملوش قيمة فلابد أن أي قرار بيتاخد يكون قرار مدروس درسته صح أقدر أصدر قرار. حتة اللي هي جمهور وغير جمهور دي من زمان يعني من فترة طويلة كان مفروض ومتحدد يوم 27 متحدد استاد القاهرة ومتحدد كل ده
وكانت تيجي من الكاف ما تجيش من الاتحاد المصري. هو الكاف بنظم هذه البطوله. هو الكاف اعلن. هو الكاف هو المسؤول. يعني هو الكاف اعلن ووصل هذه المعلومه طبعا للاتحاد المصري انه لا مانع له من حضور من 5 ل 10,000 مشجع في المباراه النهائيه. بس منتظرين موافقه الامن. اكيد دي النقطه الاولى. هي نقطه الامن بقى اللي هنجي لها دلوقتي. ان دلوقتي منتظرين طبعا اكيد موافقه الامن. وموافقة الأمن لسه بنتكلم مع ضيوفنا الأستاذ عصام شلتوت ومحمد القوسي، كنا بنتكلم في العملية التنظيمية للأمن، إن الطريق لازم يروح للأمن قدامه برنامج، والكلام ده مع أعتقد مع يعني الوقت اتأخر زي ما حضرتك بتقول. طبعا. إن لازم هنبلغ الأمن، لا لا يكون عندك. وأصل الأمن في جميع الأحوال طبعا قادر إنه يأمن، لكن المشكلة في التحضيرات والتنظيم اللي هتخش بيه المباراة، زي البوابة، جلوس الناس، الكاميرات موجودة ولا لا عشان لو حصل شغب، فكل دي حاجات طبعا تخص الأمن. لكن انت حضرتك رؤيتك ان هذا القرار جه متأخر من الكاف. متأخر. شوف يا كابتن، الأمن لازم يكون عاملين حسابنا، لو مش 10,000 لو 100,000 صح هيقدر ينظم وقادر انه ينظم. اكيد مليون في المية. بطولات افريقيا احنا شفناها الفتره الاخيره. اذا نسيب موضوع الان، بس هي الموضوع عمليه تنظيميه. صحيح. التنظيم لابد ان ياخد وقته. النهارده احنا دخلنا في يوم الثلاث. يعني الاثنين. يوم تقريبا. يعني الاثنين هيضيع في كده، هيبقى عندي 3 ايام. بالظبط. طب لو انا قررت وبعد كده وفاضل يوم، وبعدين بفكر في اليوم ده ان انا ازاي هختار مين؟ مين ال 5,000 من الاهلي و 5,000 من الزمالك اللي هيخشوا؟ الجمهور ده هيخش ازاي؟ الاعلاميين. كنت لسه عمرك اطول. والاعلام والتحكيم لحد دلوقتي في اسماء، لكن برضه ما فيش قرار رسمي باسم الحكم، حكم المباراه. هم دي هم يمكن بيعتبروا ان هذه المباراه عشان يعني من المباريات الكبيره قوي او كده هيعلنوها قبل 48 ساعه من ما يقدرش يعلنها بدري عن كده، لان احتمال في الفترة اللي احنا فيها دي الكورونا اللي احنا شايفينها دي في ثانية بتخلي لعيب، فمش عايزين يعلنوا حكم. وحصلت قبل كده لما كانت في ماتش في المغرب قبل النهائي، وحصل ان واحد عنده كورونا فغيروا الطقم، فهم مش عايزين يستعجلوا. دي عندهم حق. يعني مش هتفرق معانا، هو الحكم حكم ومعاه 3-2 مساعدين وحكم رابع وبعدين حكام الفار، لان هيبقى في فار في أكيد. في المباراه دي لازم. اذا في الحاله دي حته الحكام نخليها، لكن هي حته الجمهور، لان الجمهور مرتبطه بمتغيرات، متغيرات الجمهور نفسه، مين اللي هتختاره وازاي يخش، وبعدين ازاي هياخدوا مثلا ال 5,000. التباعد الاجتماعي، لان في جانب تاني، جانب الصحه طبعا. الصحه دي برضو لابد نشوف طبعًا. ايه الحاجات او المواقف الاحترازيه اللي هتتم عشان نضمن انه انت شفت اللعيبه في ثانيه بيبقى عنده كورونا. طبعا طبعا. دي واحنا في الموجه دلوقتي، فما نقدرش ان احنا نقدر نتكلم في قرار انا بعتبره هو صدر القرار، لكن القرار متاخر قوي قوي قوي، وهيحط الاتحاد المصري او هيحط المنظومه اهلي وزمالك في مشكله مع الجماهير، لان انت مش هتقدر تلحق في خلال يومين، هتطبع دعاوي ولا تطبع تذاكر على مستوى الاعلاميين كمان. كابتن فتحي، يعني دلوقتي مستوى الاعلاميين، طب مين عدد الاعلاميين، اماكنهم؟ انت بتتكلم على المنسقين الاعلاميين اللي هو جوه النادي، وبتتكلم على بعض الناس السوشيال ميديا المسؤوله عن الناديين الاهلي والزمالك، يعني في جزء كبير جدا غير محسوم، يعني في كل ده مش موجود. مش موجود. وبعدين في نقطه انت عندك دلوقتي، لانه لازم الحاجات دي تتعمل من بدري، وبعدين تتعمل في مصر، فالمفروض انت تكون عارف الاعلاميين وتدي فرصه لاكبر عدد من الاعلاميين ان هم يشاركوا، لان دلوقتي هيكون لهم دور، غير المتفرج هيروح يشاهد. وبعدين الاعلاميين انت عندك في منسق اعلامي لاي مباراه وراد بطولات، يعني الاتحاد الافريقي بيبقى عندنا منسق اعلامي تابع للاتحاد الافريقي، تابع للاتحاد الافريقي، منسق امني تابع للاتحاد الافريقي، منسق صحي تابع للاتحاد، ثم مراقب للحكام، ثم مراقب للمباراه ماتش كوميشنر وريفري كوميشنر. في مراقب للمباراه ككل، الاجواء بقى كل ما اللي بيحصل، ثم مراقب للحكام، ثم قلنا الامن والاعلام والتسويق، برضو مراقب الميديا والحاجات دي كده، والتسويق الحاجات دي كل دي الناس المسؤولين تبع الاتحاد الافريقي، زائد حكام المباراه والامن. احنا بنقول دلوقتي الوقت بالنسبه لمصر
الإعلام المصري لابد أن تديهم فرصة كاتحاد أفريقي لأكبر عدد من الناس يشاركوا. يعني ما حداش أن أنا أقول مثلا، لأن ما فيش جمهور والمدرجات فاضية، وبعدين ما فيش فرقتين ضد بعض، والإعلام مش هيقولوا إعلام أهلي ولا إعلام زمالك، لا هو إعلام بيغطي وخلاص، فالإعلام المصري هيخش. فأنت ادي فرصة لكل الناس دي. أما حتة الجمهور مش هقول أنا متحفظ عليها، أنا بقول أن قرارها متأخر وقد يحطنا في أخطاء مع الجمهور، مش مع أخطاء تنظيمية. طبعًا كابتن فتحي هتحصل أخطاء، وبعدين في احترازية كمان. ده اللي جد موضوع الكورونا المستجد اللي ما بقاش مستجد. وطبعا بروتوكول وزارة الصحة لازم يطبق وبشكل يعني حاسم في المباراة. بس احنا يعني كل ده دي كلها أمور لم تحسم بعد، احنا بس في انتظار الكاف وفي انتظار موافقة الأمن. يعني ممكن بعد شوية كمان يعني يكون في مداخلة مع الأستاذ محمد فضل عشان يحسم لنا، يا رب يكون يعني يتم حسمها يعني بعد قليل إن شاء الله. هو طبعا الموضوع في يعني أعتقد في إيد الأمن لغاية دلوقتي. يعني هو طبعا اللي هو الكاف قال احنا مستعدين ان هو اللي تنظمه من 5 ل 10,000 اتصالات ومدنيه، يعني امن وزاره الصحه. وزاره الصحه كمان دي طبعًا. يعني ده اكتر، لان امن الصحه غير الامن الشخصي. صحيح يعني ده امن برضه يعني اكيد. هو دخول الجماهير ديت يعني هيكون ازاي؟ بس لواحد من دولت يكون عنده كورونا يعدي اللي جنبه، ودول بعدين دول يروحوا بيوتهم، تبص انتشرت من هنا. الموضوع عايز ده اللي حصل لوليد ومحمد شريف برضو مع في لومي هناك هي بدات ازاي في اوروبا؟ طبعا لا ده اكيد بدات في ماتش اللي هو كان في ايطاليا، وانت عارف ان اللعيب اللي واحد كان عنده كورونا، وبعدين في الاستاد وبيلعبوا، كل اللي في الاستاد دولت راحوا ادهلوا بيوتهم كلهم. ربنا يحفظنا. بس عايز ارجع لحضرتك لمباراه كاس مصر في دور الثمانيه، الاهلي وابو قير، والاهلي فاز فيها 2-1. رؤيتك الفنيه ليها كانت ازاي يا كابتن؟ هي مباراه كانت صعبه. هتقول لي صعبه؟ صعبه للتحضير لها او لمواجهتها، مش صعبه كفريقين بيلعبوا بعض. طبعا مع احترامي لفرقه ابو قير الاسمده وعندنا النادي الاهلي فرق كبير. صحيح. مش انا اللي بقوله، يعني ده التاريخ والجغرافيا والمستوى والحاجات دي، هناك فرق كبير. لكنك انت بتلعب وعارف ان هذه المباراه بطوله من ضمن البطولات اللي هي محدد فيها اي فرقه انها بتكسبها، انك توصل لكاس مصر، فده شرف لكل فرقه انها توصل. طيب يبقى لازم ان انا افكر فيها ان انا اكسب. طبيعي. ناس كتير بتقول طب ما تلعبوا بالاشبال. العب بالاشبال لو انا مباراه دوري والدوري خلص وحسم، ماشي العب باي حد. لكن هذه المباراه هتحدد بطوله، ممكن هوصل لكده او ممكن اطلع منها. صحيح. والنتائج بتقول، احنا شفنا المباراه اللي اتعملت بعديها ولعبوا اكسر تايم الزمالك وافسي مصر ولعبوا اكسر تايم وكده، ملهاش مقاييس. مباراه الكاس طبعا. طيب عفوا. طب الحل ايه؟ الفرقه دي ان هو لازم هتلعبها. فميتسو موسيماني او كوتش موسيماني عمل ايه؟ خد مجموعه لعيبه وهو كمان بيفكر في اخر مباراه اللي هي نهائي كاس افريقيا. طب وبعدين؟ فالفرقه اللي لاحظنا فرقه النادي الاهلي كان فيها لعيبه مصابين ورجعوا اول مره، زي رامي ربيعه مثلا كده. صحيح. جاي بعد فتره طويله. فطبعا هل اداؤه هيكون العادي في المستوى اللي هو يكون فيه؟ مش اداؤه البدني والمهاري، اداؤه النفسي كمان. نفسيا انا جاي والاستعداد النفسي هو كده لا غير موجود. طيب هل اللعيبه الجداد اللي بيلعبوا لاول مره مع الفريق الاول في مباراه زي دي، مباراه رسميه وليست وديه، فهل ان هم الاثنين دول او اللعيبه النوعيه دي هتأدي؟ كل واحد عزيز بوجوده وعايز ينزل. طبيعي. طيب هل اللعيبه اللي هو لا من هنا ولا من هنا بيفكر انه هيكون احد 18 لعيب اللي هيلعبوا المباراه النهائيه؟ اذا انا عندي 3 نوعيات من اللعيبه في الملعب دلوقتي، كل واحد بيفكر في حاجه، بالاضافه ان كل واحد بيفكر مثلا زي الشناوي او اللعيبه الاساسيين انه خايف من الاصابه، ما هي برضه ده تفكير. اذا التفكير المخ بيشتغل في حاجات تانية كتير. فتبقى
مش هتلاقي فيه ربط بين الفرقه وبعضها، لان ده مش موجود. ايه ده؟ المخ مش موجود. تقول لي طب ايه اللي دخل المخ؟ لا، ما انا عشان اربط معاك يبقى لازم افكر لما تجي لي الكره هلعبها لك ازاي وتلعبها لي ازاي. عشان كده كانوا بيقولوا ساعات يعني نسبه استحواذ النادي الاهلي كانت كبيره، لكن مش بالمعدل اللي كان الاهلي متعود عليه. كان في ميز باص كتير بشكل كبير. النقطه الثانيه الفنيه، ان احنا متعودين مع موسيماني ان احنا نطلع بالكوره شويه، بنعمل بيلد اب من تحت، لكن في بعض الاحيان لجأنا للكرات الطويله اللي هي ما كانتش ليها استفاده. رؤيتك للثلاث نقط دول يا كابتن؟ بص يا كابتن، اولا حته ان الميز باص والكرة الطويلة، اللي بيلعب كرة طويلة هو ده اللي بيفكر بعد ما تجيله الكرة، فأكتر حاجة عشان ما يضمنش إنها غلط عشان ما يغلطش مش شايف حد فيجي لعبها طويلة عشان هو مش شايف، هو ما محضرش. في حاجة في كرة القدم الحديثة، مش كرة القدم اللي هي المزرعية اللي هو كله، يقول لك متى وأين وكيف. متى يعني إمتى اللعيب يلعب الكورة؟ أنا هلعب لك الكورة، معايا الكورة دلوقتي. إمتى ألعب لك الكورة؟ متى؟ طيب لازم الحاجات دي تكون في دماغ اللاعب. أين؟ إزاي هلعب لك الكورة؟ فين؟ هل هلعب لك الكورة في رجلك؟ ولا ألعب لك الكورة طويلة في مساحة؟ يبقى المكان أين؟ كيف؟ إزاي هلعبها لك؟ ألعبها لك ببطن رجلي؟ ألعبها لك بوش رجلي؟ ألعبها لك تشيب؟ يبقى التلات حاجات دي كلها لازم كل لاعب بيفكر فيها قبل ما تجيله الكرة، بحيث لما تجيله الكرة بينفذ على طول. هنفذ الثلاث حاجات دي، يبقى عنده سرعة بديهة. كابتن فتحي، احنا بنحلل أداء اللاعب بعد ما هتجيله الكرة. متى وأين وكيف عشان الكرة تطلع صح. لا، متى هيلعب الكرة صح؟ مش جنبه خصم، افرض أنا هلعبها ومعايا كابتن هاني في واحد ماسكه، مش هيلعبها له. جزء من الثانيه يكون قطع خط الكوره فيجي المدافع يقطعها، فدي جزء من الثانيه. هلعبها لك وانت في موقف تسلل. متى وانت مش في تسلل؟ مزبوط. يبقى متى واين وكيف لابد ان كل اللاعب بيقولها. دي مش موجوده عند اللعيبه. ليه مش موجوده عند اللعيبه؟ لان اللعيبه عماله تفكر. اللعيبه بتفكر في ايه؟ في الثلاث حاجات اللي انا قلتهم. لعيب مصاب ولسه جاي، لعيب لسه جديد عزيز وجوده، لاعب بيفكر في المباراه النهائيه. فاذا في مجموعه لعيبه، في 11 لاعب، في 10 لعيبه لابسين فانيلات حمراء، في شناوي حارس مرمى، لكن التفكير مختلف. التفكير مش موجود. فده ما يساعدش المدرب في تنفيذ. فالمعنى اللعب الطويل ان انا مانيش عارف، مش محضر للعيبه اللي جنبي صح، ومانيش شايف اللعيبه، فاضطر العبها طويله. او ان انا ميس باص، بلعب الكره متاخره، او بلعب الكره بدري شويه، او بلعب الكره في حته مزنوقه فيها زحمه. ممكن كمان يا كابتن عدد اللعيبه تقريبا برضو، يعني عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه ما لعبتش. يعني محمود وحيد مثلا بقى له فتره ما لعبش، يعني نتكلم مثلا رامي ربيع بقى له فتره، نتكلم كمان على ولد صغير احمد كوكا في نص الملعب، لسه كابتن هاني لسه العربي بدري مثلا بيشارك، كل ده لسه بادجي بقى له فتره ما بيشاركش فبيشارك. فكل ديت اعتقد برضو كانت ملامح ان هو مش التوب فورم، مش المجموعه بس بالزبط. برضو في نفس الوقت هو ما بيفرطش في المباراه. لا طبعا، هو دي بطوله. لان انت يجي وشوف دخل فيه الجول ازاي. طب اللي دخل فيك جول برضو وانت كنت مدافع، الغلط احنا ما بنقولش عليه. احنا بنقول في كرة القدم اما انا بكون مدافع، انا في كرة وفي خصم. اساسا عشان ابقى مدافع صح وابقى راجل صح، نمرة واحد اشوف اللاعب اللي انا همسكه، اللي هو خطر جوه ال 18، اللي هو خطر قدام الجول، في الجول ماوس قدام، في حلق الجول ده اللي انا امسكه. نمرة اتنين ابص للكورة، لان هو مش هيبقى خطر من غير كوره. يعني لو هو الكوره ما جاتلوش مفيش خطوره. فالجول يحبس يعني عنده مهمتين، هو يحبس كمان انك تشوف الكوره والخصم ده. تشوف انا خلينا يعني نبداها البسيط، نمره واحد بس ابقى الخصم. طيب ولما تجيله الكوره احنا الاثنين هنشترك فيها. يعني يبقى انت مش هتعمل فيها حاجه، بس الكوره دي مش هتيجي في لحظه، هي الكوره ما هي جايه احنا شايفينها. فرد فعلنا احنا الاثنين هنشوفها في نفس الوقت، لانها هتنطلق من منطقه في نفس التوقيت. يبقى انا وانت شطرت فيك في كفاءتنا في الاستحواذ على الكوره، لكن احنا اللعيبه بتوعنا
كانوا عمالين بصوا للكوره. استحواذ ايجابي يا كابتن فتحي. لا انه شايفين الكوره. فبعد بقى الكوره ما بتتلعب بيدور على اللي هو المفروض يمسكه. لا الراجل بيجيب جول. هو ما كانش هو يعني هو الخطا جه حضرتك شايف انه اولا ما كانش شايف المهاجم نمره واحد، وان رد فعله بقى ابطا من المهاجم لان المهاجم سبقه يعني هي بتبقى جزء من الثانيه يعني هو سبق فخلاص رد فعل المدافع بقى تو ليت يعني بقى متاخر يعني. يا كابتن هاني انت من الاصل لازم اكون شايف يعني لازم والحارس المهاجم ده بيتحرك انا اكون متحرك لو انا شايفه الاول لكن انت شفته الثاني. يعني هو اتاخر شويه. هو اتاخر ليه؟ لان انت بتشوف الكره الاول وبعدين بتشوف المدافع المهاجم فانت شفت الكوره انا شايف الكوره قدامي صح فانا عمال ابص للكوره اول الكوره ما اتلعبت هو كان فكر قبلي فاتحرك لكن لو انا كمدافع ماليش دخل بالكوره انا نمره واحد ده جوه 18 لكن انا ممكن الكلام ده فين في نص الملعب في المساحات البعيده. كل ما يبعد عن الجول يبقى مش مهم. يعني انا شايفه كده وحطه لكن هنا لازم سكين تايد يعني لازم فيه اتحرك معاه. هو جري لازم اجري. احنا عندنا ورا ثلاثه او اربعه وبعدين طب انا هناقش حضرتك يمكن معانا فاصل بس هناقش حضرتك في النقطه دي بالذات لان الهدف اللي جه فينا كان ليه رد فعل عن طريق موسيماني عمله يعني حتى بعد ما شاف الجون بدا يشرحه للعيبه البدلاء فهرجع لحضرتك اهميه الجزئيه دي بس نطلع فاصل ونرجع مع الكابتن الكبير فتحي موسيماني. قبل الفاصل كابتن هاني طرح سؤال ان الهدف اللي دخل في الاهلي امبارح من قبل ابو قير للاسمده ده خلى موسيماني يشرح في ساعتها للعيبه اللي بره الجون ده دخل ازاي ما استناش ان المباراه تنتهي ثم يبدا الشرح يا كابتن فتحي دي النقطه اللي وقفنا عندها لان هو عايز يعني يستفيد بالموقف اللي حصل قدامهم لسه الصوره في ذهن كل اللعيبه اللي موجودين بره اما اللاعبين اللي في الملعب هو ممكن يقول لهم بعدين فهو بيقول لهم السبب ايه فالصوره واضحه قدامهم ان اللعيبه المدافعين واللاعب ده جه من الخلف وانطلق والكره بعد ما الكره اتلعبت وهم لعبوا كان هم رد فعلهم ان اتحركوا على تحرك اللاعب مش على تحرك اللاعب بعد ما هو اتحرك في الاول وبالتالي فكان كل وصولهم متاخر وكان عنده هو الاسبقيه في ان هو يحرز الهدف ودي الخطا ده برضو بيقول لهم ان لابد ان اللاعب ينظر لمين الخصم الاول امسكه لانه هو لاعب واحد يعني الملعب كان فاضي خالص ولاعب لوحده هو مش نمله ولا مثل لعيب صغير ده واضح يعني جثه وبتاع احنا متعودين يا كابتن فتحي كمان ويمكن حضرتك كنت بتعلمنا ان هو حتى الكوميونيكيشن خاصه في قلب الدفاع وخط الظهر لازم يكون في كوميونيكيشن والكلام يكون كتير جدا ممكن انا كهاني واقف ورا او مش شايف ويجي لعيب فلازم حد يند عليا مثلا ينبهني ان في جاي حد من ورا الكلام فمن الواضح الجزئيه دي برده ما كانش فيها كلام لو نشوف يا كابتن هاني الثلاثه مثلا اخر واحد العرب بدري صغير فلسه ناشئ لسه جديد ثم قدامه رامي ربيعه المصاب اللي لسه قلنا شوف تفكيره هنا وتفكيره هنا ثم قدامه ياسر اللي هو قدامه ثم قدامه محمود وحيد اللي هو رفع منه الاوفر فالاربعه كل واحد عنده مش عنده مشكله مخه عنده في حاجه عنده فكره تفكير معين مخه عادي يعني محمود وحيد عايز يثبت وجوده لانه بقالي مده ما لعبش فبيقول انا موجود هنا على الساحه انا موجود في الملعب طيب ما تخليش الراجل يرفع اوفر يعني اساسا الاوفر ده ما ترفعش دايما بتقول يعني دايما بنتكلم حتى الكرات الثابته حضرتك هنتكلم عليها ان والاوفرات سبب الاوفر بيقولوا دايما الاوفر ده نص جول فانت لو منعت الاوفر من الاول يبقى انت منعت اوريدي الجول منعت الجول خالص منعت اي خطوره فانت في ايدك انك انت تمنع الاوفر او تعطله او يعني ما يتلعبش بسهوله او يتلعب وحش على بالظبط ما يتلعبش بسهوله لو لعب بسهوله يلعبها باتقان وبدقه مظبوط فاذا ما يقدرش يلعبها كده وبالتالي هو يعني كان لازم الضغط اكتر من كده على يضغط اكتر فهم يربكوا وبعدين الثلاثه اللي ورا دول الغلطه واحده مشاهده الكوره وليس الخصم ثم مشاهده الخصم نمره اثنين لا نمره واحد الخصم نمره اثنين الكوره طب انا كابتن فتحي عايز اخد رايك النهارده في القرار اللي اصدره موسيماني الخاص بالمعسكر المغلق اللي بدا من النهارده بعد ماتش ابو قير وعايز اتكلم عن حاجه مهمه دايما اللعيبه حتى والمدربين بيركزوا عليها
وفي كلامنا العامل النفسي، العامل النفسي بالإضافة للأعصاب الهادية خاصة في المباراة المهمة دي. هو يعني عايز شبه عزل، يعني بيعزلهم كرويا مش العزل اللي هو بتاع كورونا، وعشان يعالج كمان مشكلة يحافظ على اللعيبة بس فلت منه وليد سليمان. يعني وليد هو كان حاوز يحافظ بعد آخر مسحة إن اللعيبة دلوقتي سلام، فكابتن هاني عايز يلمهم ويقعدوا مع بعض فيضمن إن مفيش حد يجيله حد بالظبط في الاختلاط. فربنا سبحانه وتعالى كان يعني أسرع منهم في قراره إن هو جاله الكورونا وجاله ابنه كمان نفس القصة ففلت. فهو عايز ياخدهم في مكان يضمن سلامتهم. مزبوط. عشان كورونا دي نمرة واحد. نمرة اتنين الإعداد التركيز. النفسي أو العزل النفسي عن المجتمع الخارجي، إنه يكلموا الناس والناس تكلمهم، والماتش بكرة والماتش بعده. إحنا كان زمان يا كابتن وحضرتك فاكر كنا يعني ما كانش فيه يعني حتى بعد التليفونات ما جت يعني كانوا بيلموا كل الموبايلات بتتلم مننا، حتى الله يرحمه كابتن محمود الجوهري حتى التلفزيون كان بيجي مش هيشيل التلفزيون اللي كان بيشيل الوصله ويفصل وصله التلفزيون، نسيب التلفزيون هو بيوفر التلفزيون. جزء من وانا في اعتقادي يعني الناس بتقول لك ده اولد سكول يعني دي مدرسه قديمه شويه، لكن في اوقات معينه لازم يبقى في اجراء حاسم لان السوشيال ميديا والضغط والكلام الكتير عن المباراه ده بيكون نتيجه عكسيه. هي نوعيه المسابقه ونوعيه المباراه ان دي مباراه واحده مش مباراتين مش بطولات مش ماتشات كتير، صح. فكل دي هو عايز يخلي كل تركيزه ما يفكرش غير في الكلام اللي هو بيقول عليه كلام الكور، عشان يبقى الكلام اللي بيوصل من كوتش موسيماني في دماغ كل لاعب ويقدر. وهو اكيد هو افريقي فجرب دي مع الافارقه متعود على البطولات كمان النهائيات يعني فعارف ازاي يعد اللاعب لمباراة نهائية، ازاي ان انا اعده؟ بحافظ عليه صحيا، بدنيا، نفسيا، الفكر بتاعه، الاعداد النفسي اللي هو داخل ده قصير المدى غير طويل المدى، ده قصير المدى، فانا بعده فيه، ازاي عشان ما يبقاش فيه شحن جامد وكده، فبيعدهم للمباراة، كل واحد له دور، ويبقى عنده وقت طويل، يتقربوا لبعض، كل ما يتقربوا لبعض ويحسوا بالحرمان فيقعدوا يفكروا، فدي تديهم موتيفيشن تديهم حماس اكتر. كل ما يتحرم من حاجه كل ما تديله حماس اكتر ان هو عايز يوصل للمباراه النهائيه اللي هو وصل لها، يبقى رايحين بكل تركيزهم انه يقدروا يلعبوا فيها. انا اسفه، واحده من بقى التحفيزات المهمه جدا يمكن النهارده في بعض من اعضاء النادي الاهلي في التتش بالذات يمكن راحوا الملعب في التدريب النهارده ورفعوا لافتات وقعدوا يرددوا اسمائهم ويشجعوهم يعني كانت لقطه افتكر هي دي كانت شحن معنوي ان هو اخر حاجه اخر حاجه هم بيسمعوها في ودانهم ان هي الجماهير اللي جايه دي عايزة منهم ودي بتمثل جزء من الملايين يعني مش هي كل جماهير النادي الاهلي بس تعتبر عينه اكيد والعينه دي جايه بتمثل بتقول لك احنا جمهور النادي الاهلي احنا جايين بنقول لكم باسمائكم احنا اللي بنشجعكم فدي تدي برضو حماس للعيبه سواء للاعب القديم صح او للعيبه الصغيرين الجداد او اللعيبه المنضمين مفيش شك ده كان بيأثر علينا حتى خلي بالك عارف مهمته ده غير كمان النادي الاهلي عارف مهمته غير جماهير طبعا ان النادي الاهلي اللي هي بره بالملايين كمان خلي بالك جوه الاوتيل بيبقى فيه ناس اهلاويه يعني هتلاقي مثلا الويتر هتلاقي بيقول كلمه تشجيع فالجزء دوت من الشكل المعنوي اللي بيحفز اللعيبه بشكل كبير جدا. انت لما بتروح في مكان يقول لك قولوا للاعيبه كذا قولوا وصوا اللعيبه كذا بس كابتن في نقطه الاوفر موتيفيتد ده برضه عليه مشكله طبعا يعني بيبقى زايد اكتر من يعني لازم. دي برضه نقطه احنا يعني بنتكلم فيها وبنقول للعيبه واللعيبه اكيد عارفه ان كتر حماسنا احنا كجماهير ممكن تاثر بالسلب على اللعيبه. ما هو جماهير النهارده لكن انت فاضل لك اربع ايام او خمس ايام خلاص هتنزل الكيرف هينزل شويه فعشان كده هو عمل المعسكر عمل الصح يعني هو عاوز يبعدهم اللي بيقولوا العزل يبعدهم عن الاجواء الخارجيه
سواء السوشيال ميديا او الحاجات دي، وممكن يقول لهم جوه ما تقروش ما تشوفوش ما تعملوش، اكيد هيقول لهم الكلام طبعاً ده. طبعا السوشيال ميديا بتخترقك دلوقتي، لا يعني بتخترق الموبايلات شويه يعني الواحد يعني هيبدا عنده وقت ان هو يحضر اللعيبه، مش اصل هو دلوقتي في خلال الثلاث ايام دولت لا هيرفع لياقه لاعب هتفيده ولا هيحسن مهاره لاعب، هو كل شغله خططي مظبوط في الكلام ده والاعداد النفسي. وارجع اقول التوفيق هو اساس كل حاجه في المباراه الفصليه. حقيقي طبعا كلمه التوفيق طبعا حطها كده بين قوسين وهي اساس اي بطوله في العالم ان شاء الله. كابتن فتحي تبقى حاضره يوم 27 ان شاء الله فكرة التوفيق ان شاء الله باذن الله. ومن امين. ومن ضمن الايجابيات اللي انا شايفها برضو ان في وقت هيبقى وقت كتير للعيبه كمان مع بعض، وده مهم جدا. طبعًا. ان دور مش هيبقى دور موسيماني بس او دور كابتن سامي، لكن انا شايف ان الدور كمان بيبقى مهم قوي، اجتماع اللعيبه مع بعض وتحفيزهم مع بعض، وحتى روح الدعابه يعني برضو الموضوع بيبقى فيه نوع من انواع ان احنا خلاص عايشين كعائله واحده منتظرين بالزبط. منتظرين حاجه كبيره. فهتلاقي يعني يوم هتلاقي جزء من اليوم في تدريبات وفي جزء جدي وفي جزء ظريف قوي انك بتقعد مع اصحابك تقعدوا تهرجوا وتضحكوا، ده كمان عشان الناس ما تفتكرش ان الموضوع بيبقى كئيب قوي. لا 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 ال 24 ساعه مش بالظبط يعني انت في ساعات نوم وبعدين في ساعات راحه واسترخاء وبعدين في ساعات مع الزملاء بتقعدوا، ثم في ساعات محاضرات نظرية. ثم ممكن فردية، ممكن مزبوط. مجموعات جروبس مزبوط. مدافعين وسط الملعب وكده، مهاجمين أو أفراد معينة كي بلايرز اللعيبة مفاتيح اللعب، ممكن تقعد معاهم كده، تقعد مع حراس المرمى، تقعد مع الفرقة كلها، تقعد برضو الجانب الإداري. كابتن سيد عبد الحفيظ له دور ان هو في لم شمل الفرقة ويجمعهم هم مع بعض. ثم في وقت تاني غير التدريب والمحاضرات، في محاضرات نظرية وبعدين يرجعوا تاني ينزل يطبقها في الملعب ايه اللي ممكن يعمله، وبعدين ممكن تاني يشوفهم. فهتلاقي الوقت كله اليوم عشان طويل فعلا. ما يدهمش في اليوم طوال اليوم وقت ساعات النوم، ممكن استرخاء وليس نوم عشان يجي بالليل ينام. مظبوط. لان لو لعيب نام الظهر او نام لغايه الساعه 12 يبقى هيضطر يسهر بالليل، فهو عشان يخليه مرهق ومستنفذ كل طاقته على اخر اليوم هيكون ينام، وبعدين هيخليه وقت قمه هيعوده على المباراه قمه اللي نقدر نقول ايه قمة الوعي والاستنفار وان هو يبقى قوي الساعة 8 الساعة 9 بالليل. ما يقدرش الساعة 9 يديله راحة عشان جسمه ما يتعودش وقت المباراة، عشان وقت المباراة، عشان الساعة البيولوجية بتاعة الإنسان، يعرف ان الوقت ده هو في البيك في الحتة في أعلى حتة. وفي مدربين بيعملوا قبل المباراة بيومين بيعملوا نفس البرنامج اللي هيطبق يوم الماتش، يعني الفطار الساعة كذا في نفس الأكل والشرب والبتاع طبعا ما عدا يوم على أساس حضرتك بتقول عليه، يبقى أنت متعود حتى جسمك متعود إن في الساعة ديت لا في فطار في تدريب في، فدي مراحل مهمة وده أعتقد هيتطبق في الفترة الصغيرة. يعني هم بيبدأ من الاثنين يعني المعسكر النهاردة يعني اثنين وثلاثة وأربعة خميس خلاص أربعة أيام، ممكن يطبق ده في الأربع أيام. يعني يصحى الساعة كام لو هيصحي من المباراة أو بيشوفهم هيصحوا إمتى، ثم الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس. مش هيعمل طبعا تدريبات الصبح بعد الظهر وبتاع اللعيبة. في موضوع المسح ده كمان بياخد وقت دلوقتي ده اللي جد يوم الثلاثة ان شاء الله. ده اللي كاف حدده يعني لجميع اللعيبة ان شاء الله قبل المباراة. الله يطلعوا كلهم يطلعوا سلام يعني ما يكونش في حاجة يعني. ان شاء الله حتى وليد سليمان ان شاء الله في امل يعني ان شاء الله خلال يومين ممكن يبقى المسح سليم. وكهربا نفس القصة. وكهربا نفس الكلام يعني كل الامور ديت ان شاء الله تبقى. وانا قلتها يا كابتن والله يعني قلتها انا في المباريات اللي زي ديت، انا بشوف ان اي 11 موجود في الملعب هيموت نفسه خلاص بغض النظر حتى على يعني نادي الزمالك كيان كبير ولاعيبه كويسه، لكن انا شايف ان المباراه ديت انا شايف لو قلنا اي 11 هينزلوا يموتوا نفسهم يعني اكيد ان شاء الله باذن الله يكون. بس هو النقطه حضرتك اتكلمت فيها التوفيق، لو التوفيق ان شاء الله هو في صالحنا ان شاء الله ما عندناش مشكله. اي مباراه فاصله اي مباراه قمه اي مباراه
تحدد بطولة وحاسمة ما عليك إلا التوفيق، والتوفيق له دور كبير قوي. التوفيق في إن المدرب يختار المجموعة اللي هي تقدر تبدأ المباراة، ثم التوفيق في اختيار أسلوب وطريقة اللعب اللي هيبدأ بها المباراة، وتوقعه للخصم بيعمل إيه. كل دي غيبيات، ولكن في التوفيق، التوفيق في إن الحكم يديك حقك وإن هو يكون كويس، إن المساعدين يدوك حقك، إن الفار يديك حقك، يبقى ده برضو توفيق. هو ممكن حكم ما يشوفش، خلاص ما أنت غير موافق، حظك واحد. التوفيق في إن دايما في حاجات تانية بقى بنقولها في المتغيرات، في جو المباراة، في المطر وكده، لكن الجو دلوقتي هنا الحمد لله يعني جو القاهرة كويس. وجو كده كان استاد القاهرة أفضل من استاد برج العرب طبعا، كمان لإقامة الأمطار هناك هتغير شكل المباراة. صحيح. لكن هتقام المباراة وممكن تتلعب في برج العرب، لكن شكلها هيتغير، يبقى ما فيش متغيرات كتيرة، لأن المتغيرات هي دي اللي بتخش الجانب التوفيق او لا يا كابتن. يعني في لعيبه بتحب تلعب في المطر او بتحب تلعب في الهواء. كابتن التغيرات اللي هي خارج متغيرات مناخيه، تغيرات في ارضيه الملعب، تغيرات في اداء الحكام في المباراه، كل ده توفيق. فعاوزين نبعد بقى ونقول ده مين ومين ومين، اي 11 هيمثلوا الفرقتين التوفيق اللي هو في جنبه ان شاء الله باذن الله يكون، وبندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون توفيق لجانب النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. دايما بنسال ضيوفنا في المباريات المهمه كنتوا بتعملوا ايه، بتستعدوا ليها ازاي وكذا. على مستوى بقى الفرجه، يعني كابتن فتحي نصير لما بيقعد بقى يتفرج على مباراه حاسمه كده زي مباراه يوم 27، بتفضل ان انت تروح مثلا الملعب تتفرج عليها في البيت لوحدك مع اصحابك، تتعصب بتتعصب بتعمل ايه؟ كابتن فتحي نصير بيعمل ايه؟ لا يعني اعمل ايه انا اولا في مباريات زي دي، لان مش استهلكت يعني الواحد كابتن يعني عارف اي مباراه فاصله في الملعب مش هتركزي وبتبقي صعبه على الواحد. فانا ممكن بنشاهد من خلال التلفزيون وبس، مش مع مجموعه. لوحدك؟ لا لوحدك؟ ما احبش حد معايا، محدش ينرفزني. ليه يا كابتن؟ بتتعصب يا كابتن فتحي؟ لا لا لا، ابقى لوحدي اقدر اركز. ويعني لكن حته ان انا اروح في وسط مجموعه وفي وسط شله ونقعد في مكان والقهوه في كافيه والقهوه، لا 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 ما اروحش كده. ما القهوه احسن اروح الماتش، ما انا اروح اتفرج في المباراه. بس هناك في التلفزيون بتشوف الحاجه معاده، فما ما يعني ما تلومش نفسك او تزعل على حاجه، لانك لما هتتعاد هتشوفها. يبقى ما احكمش حكم خاطئ وعيش بيه، لان كل ساعات كتير كنا بنشاهد المباريات وبعد كده لما نشوفها كابتن نرجع نلاقي حاجه تانية خالص. طب ايه اللي خلانا كنا بنتنرفز على ايه وبنتخانق على ايه؟ احنا فعلا يعني بيتصاحب المدربين ساعات فعلا يعني بين الشوطين تلاقيني بشتم اللعيبه وازعق لها، وبعدين الواحد يتفرج لا ما كانوش وحشين للدرجه دي يعني. أيوة. الرؤيه في الملعب بتختلف كتير عن التلفزيون، وعشان كده حتى لما بيعمل فيديو انالايز اللعيبه تحب تشوف هي عملت اخطاء ايه من خلال التلفزيون. طبعا ده مهم جدا. واعتقد ده جزء كبير يا كابتن من المحاضرات اللي هيعملها موسيماني، اكيد هيجيب لهم ماتشات اللي فاتت كلها كتير، وممكن مش شرط من مباراه، يعني ممكن يجيب لعيبه مثلا واحد زي قفش عاوزين يجيب له حاجه، او مثلا السلي او الشناوي يجيب له ماتشات مثلا المنتخب في اداء فيها. الكره هي كوره، مش لازم يعني الماتش اللي فات ماتشاته هنا. يقول له اللعبه دي كنت المفروض تعمل كذا، اللعبه دي المفروض تعمل كذا. طب لما قفشه الانفراد اللي هو عمله في توجو وجاب جول، طب ما ننساش ان قفشه قبل كده انفرد وضيعها لما كان بيلعب مع النادي الاهلي في نفس الخطا، فالراجل مرنه وحفظه راح جابها في توجو جول ورجع تاني جابها هنا تاني. اذا هو هي سلسله متشابكه مع بعضها، والكره واحده والاخطاء بتبقى واحده. يعني لما بيغلط هنا مع المنتخب هتلاقيه غلطه مع النادي، فيقدر يجيب عشان ينوع لهم شويه. فكل دي اللي بيعمل الشطات دي اللي بيجيبها
سهل ان هو يعملها، غير طبعا الانالايز للفريق المنافس، وده برضو بالنسبه للمدربين ده كمان شيء مهم جدا انك بتعمل انالايز حتى مش يعني مش اخر مباراه، ممكن نجيب ساعات اخر مثلا اربع ماتشات للفريق المنافس وبيعمل انالايز افضل حالاتهم ايه، بيطلعوا ازاي، بيهاجموا ازاي، يركز لك على لاعب معين يعني يقول لك اللاعب ده تعالى شوف بالظبط، شوف ميزته ايه، شوف هنا بيعمل ايه، طب اخطاه ايه، طب ممكن نضربه ازاي، طب ممكن ننط معاه ازاي، ليه كل كوره هو بياخدها هنحللها، ليه مثلا المهاجم كل كوره هو اللي بياخد الكوره دي، فهنعرف ليه، يوم احنا كمدافعين نبقى فاهمين ازاي نلعب عليه. ده كابتن الله يرحمه كابتن الجوهري اول ما القرعه طلعت في كاس العالم وعرفنا ان احنا هنلاعب هولندا، قبل الكلام ده يمكن قبل حتى ما نسافر بثلاث اربع شهور، جه يعني اتكلم الكابتن هشام يكن وقال له انا اعمل لك، عمل له طبعا على ايام الكابتن جوهري ما كانش فيه سيديهات، كان الفيديو الكبير اللي فعمل له جزء لفان باستن انه ازاي تقدر تتحرك معاه، وازاي يعني مجرد انك تعرف طريقه لعبه ده ازاي قبلها بثلاث شهور، فعمليه التحضير اختار له لاعب علشان هو ده اللي هيلعب عليه او من الوارد انه يلعب عليه في كاس العالم، فكان مهم جدا انه يقول له لا انت من دلوقتي تبدا تحضر نفسك، ازاي ده بيلعب، ازاي بيوقف، ازاي بينط، ازاي بيتحرك، الحاجات دي كلها مهمه جدا يعني. وكان كابتن هاني بيعملوها، ويمكن المانيا عملتها ايام هيلمت شولد قديمه يعني في 94 عملتها، كان بيعمل ايه؟ بيجيب صور اللعيبه اللي هيلعب ضدهم، يعني انت مثلا اجيب المهاجم اللي هتلعب ضده واحطه لك عندك في الاوضه، او تفتح باب الاوضه في الاوتيل كده تلاقيه في وشك زي يعني الملاكمين. انا هلاعب ده بكره، وبعد كده الماتش بيتغير تلاقي واحد شايل الصور دي وجايب لك صور اللعيبه الثانيه، بحيث تحسسك ان يعني ايه هو مش غريب عليك، صح، فهتشوفه على الطبيعه يقول انت عرفني انت كل يوم انا شايفك، خليك مستعد له بقى. فده ده 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 الاعداد الذهني الصح والتصور اللعيبه يحطه لك كده تبقى انت عارفه. نفس القصه كابتن جوهري بيقول له لازم تحضر نفسك، بس ده بيعملها له لكل مباراه، وبعدين حاطط لهم مش صورهم بقى جوه الاوتيل، صور المجموعه بتاعته اللي هيلعب ضدها، صور فرديه واحد واحد اهو بالشوط واحده كده، فانت هتعيش في اللعيبه دي كلها، هتفكر فيه، هتفكري فيه، ركز العب المباراه قبل ما تلعبها، لازم يبقى بيحضر ده الاعداد النفسي طويل المدى اللي هو بيكون قبلها بمده صحيح. ويقدر يحضره للبطولة. طب كابتن فتحي احنا قلنا الساعه 10 النهارده في بدايه الحلقه ان احنا يعني هنستمتع بحوار او حديث فني شيق، وده اللي حصل فعلا معاك يا كابتن فتحي يعني، وانت شرفتنا الله يخليك والله. انا اللي بتشرف وبفرح ان انا اكون مع كابتن هاني. لا ربنا يخليك يعني، هو كل يوم بيسهرنا اي نعم، لكن لما احنا بنتعلم منك يا كابتن. لا استغفر الله، كل ما بنيجي كل فتره كده يعني بيزداد، ببقى فرحان اولا ان انا جاي قاعد مع نجوم كبار. الله يخليك. لا يعني القمر والنجوم يعني بيسمعوك. نورتنا وشرفتنا. هو النجوم، هو النجوم يا كابتن فتحي. وانت نجوم النادي الاهلي ما هو شايلها كتير. شرفتنا يا كابتن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مشاهدينا بكره ان شاء الله حلقه جديده في البيت الكبير من 10 لواحد. صباح الخير.